أعزائي مشاهدي السيسات في كل مكان أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي حوار ورسالة الحقيقة وصلت رسائل كتير قوي للقناة على حال الزميلة والأخت العزيزة نادية يوسف وأنا بدعو مشاهديها ومشاهدين برنامجها ومشاهدين القناة بالدعوة ليها بالشفاء العاجل وبنبعت برقية ليها وبنقول لها كلنا بنصلي لك يا نادية ويا رب ترجعي البرنامج قريب قوي بكامل الصحه والعافيه أه وبنفكرك بقول الكتاب المقدس المحتاجون الى الشفاء شفاهم وايضا الغير مستطاع عند الناس هو مستطاع عند الله وصلاه الايمان تشفي المريض ربنا يكون معاكي وربنا يفك المحنه الصحيه اللي انت فيها وان شاء الله ترجعي لنا بكل سلامه للقناه ولبرنامج ولبرنامجك ولمشاهديكي ولكل محبيك الف سلام وتحيه للاخت العزيزه والزميله ناديه يوسف هنبدا برنامجنا النهارده وطبعا احنا في صراع مجتمعي صراع سياسي ولكنه مش ما بيبانش ودي يعني من ضمن الحاجات اللي هي عايز اقول من المزايا في امريكا، ما هوش انقسام، ما فيش حرب اهليه ولا شعوائيه ولا كلام من ده زي اللي بيشعللها بي بي الاعلام. ولا حد كل واحد معتقداته جواه وسياساته واقتناع وقناعاته جواه، ولما بيغيرها بيعلن عنها بكل اريحيه. اذا كان ديمقراط وبيقول انا عايز ابقى تبع ديمقراط او ريبابليكان وانا بايد الريببلكان هو في كامل الحريه من انه يعمل ده. لكن المجاهره بالسياسه احيانا بتدخل في مجادلات سياسيه بين الناس عشان كده منعينها بالقانون محدش يقدر يسال بالقانون عن هويتك السياسيه او الدينيه الاول السياسيه لان المعارك هنا في امريكا لا تدار معارك دينيه لتعدد كل الطوائف طبعا كل الطوائف المسيحيه ليها تمثيل هنا وكل اغلب الطوائف المسلمه كمان والطوائف الشيعيه والسنيه وغيره وحتى الاحمديه والبهائيه والهندية والهندوسية والصينية والكونفوشيوسية واليهودية وكل الأديان الموجودة في أمريكا بكل معتقداتها وممارستها الكاملة بحرية كاملة لكل معتقد على حدة دي ما بتهمش الشعب الأمريكي خالص بتهمه الجدال السياسي اللي حاصل وأهم حاجة في الجدال السياسي هو اقتصاديا أنا هستفيد إيه سواء من الحزب الديمقراطي او الحزب الجمهوري دي اللي بتفك رموز شوية في المعركة الانتخابية لكن هو في كتلتين كبار جدا في الانتخابات الامريكية الكتلة الجمهورية والكتلة الديمقراطية باقي الاحزاب اللي هي المستقلة وحزب الخضر وحزب مش عارف ايه تاني يعني في كم كم واحد ممكن تلاقوهم مرشحين للرئاسة في حوالي ثلاث أو أربع أسماء تانيين وكان منهم روبرت كندي واستقال مش استقال قال أنا هشطب اسمي من عشر ولايات وأخلي على عشرين ولاية علشان لا يؤثر ذلك على شعبية ترامب هو انحاز في الآخر لترامب رغم أنه هو نشأته ديمقراطي إلا أنه انفصل عنهم وحب يرشح نفسه كمستقل دي حاجة الحاجة الثانية هاريس ووالتس آه يعني الخبر بيقول انهم بيرسموا آه يعني مستقبل امريكا في الاربع سنين وكأنهم الانتخابات دي في جيبهم يعني يعني الخبر بيقول كده ودي بناء على آه الاعلام الديمقراطي اللي موجود في امريكا وطبعا آه اللي بيترجم لليوم السابع انا بحييه للمره الثانيه بيترجم ترجمه واقعيه وترجمه آه مش حرفيه ترجمه بتنم على هو ده الحقيقه بجد عن الانتخابات الامريكيه فالخبر هنا عن الانتخابات الامريكيه 2024 هارس ووالز يرسمان ملامح خطتها لاداره البيت الابيض خلاص يعني يعني من كتر الثقه يعني هي من شهر ولا شهر ونص يعني كانت على الهامش فجاه هي بتعتلي سلطه اكبر دوله في العالم اللي هي الولايات المتحده الامريكيه وداخله الانتخابات وبقلب جامد وبعد 18 ل 22 اغسطس والاحتفالات اللي اقامها الديمقراط في شيكاغو وهذا التاييد اللي ما كانش يعني يعني كان قبل كده بايدن كان فيه معارضين ليه وحتى في تنقيه إنه هو ينقي حد يبقى نائب ليه فجاب كامله كامله كانت في البدايات ضد بايدن وخسرت في الاول يعني لو ترجع بالتاريخ من اربع سنين كاملة كانت من ضمن المرشحات من الحزب الديمقراطي علشان تبقى قدام ترامب سنة 2000 و يعني من اربع سنين فاتوا اللي هي سنة 2020 لكن هي في البدايات خالص طبعا محدش بص خالص من الحزب الديمقراطي لكن بعد ما اختارها بايدن وبقت نائب وما كانش ليها وجود كنائب في فتره الاربع سنين الاخيره دي خالص حتى القضايا اللي ابتدت تتولاها كنائب لرئيس الدوله ما عملتش فيها حاجه اللي هي الهجره العشوائيه وايضا مشكله يعني في مشكله مشكله الحدود دي اوكي يعني انا قلتها اللي هي الهجره غير العشوائيه وتامين الحدود لكن في حاجات تانية كانت كمان هي مؤجلاها ومنها قضايا الهوملس والكريمنال اللي موجودين في الشوارع في امريكا والى الان في بعض الولايات الديمقراطيه بترجع تنفيذ القانون الفيدرالي في هذا الشأن وهي من المؤيدين له علاوه على انها طبعا يعني زي ما حضراتكم شايفين على السوشيال ميديا مقابله المثليين والترحيب بيهم على اكمل وجه وحاجه يعني مش عارف يعني <applause> اقولها ازاي هو يعني اقول اذا كانوا حاله نفسيه ولا حاله مرضيه ولا حتى عايز توصل لهم من الحاله الانسانيه ولكن ما تبقاش عنوان ضد القيم الإنسانية اللي احنا تعودنا عليها أو التغيير ما يبقاش بهذا الصلف بهذا الاستعلاء أو بهذه المجاهرة اللي ممكن يبقى فيها تعدد وجهات نظر على فكرة طيب هارس بيعملوا ايه بقى في الـ هي والز في الـ في الخبر ده هنقول ملامح خطتهما لاداره البيت الابيض ده خلاص هم كده كانهم كذبوا يعني المرشحة الديمقراطية تعد باستئناف حل الدولتين بتوعد ان استئناف حل الدولتين بين اسرائيل و... و... والفلسطينيين وتتعهد بامن اسرائيل مش عارف تيجي ازاي دي وتؤكد ساعين جمهوري بادارتي حال الفوز يعني بت... بتخاطب الحزب الجمهوري ده انا في مناصب ممكن اعين فيها جمهوريين كمان مش ديمقراطيين وده طبعا يعني شيء من البروباجندا بتاعة الانتخابات كتبت نهالة بالسعود اليوم السابع عن واقع من الصحافة الأمريكية وغالبا من كمان من المقابلات التلفزيونية اللي أدلت بدلوها في كاميلا هاريس أجرت كاميلا هاريس المرشحة الديمقراطية في الانتخابات الأمريكية 2024 أول مقابلة تلفزيونية مطولة لها إلى جانب نائبها حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز منذ تقدمها الى قائمه بطاقه الترشح الديمقراطي بعد انسحاب الرئيس جو بايدن من السباق في يوليو الماضي خلال المقابله مقابلة التلفزيونيه يعني تحدثت نائبه الرئيس عن عده قضايا في مقدمتها الحرب في غزه خطتها الاقتصاديه لسنوات اربع قادمه كما ردت على بعض الانتقادات التي وجهها منافسها الجمهوري طوال الفتره الماضيه دونالد ترامب وفقا لشبكه سي ان لم تختلف سياسه هاريس كثيرا عن سياسه بايدن. ده مين اللي بيقول كده؟ سي ان فعند سؤالها بشان حرب غزه وما اذا كانت ستقوم باجراء تغييرات على نهج تعامل الولايات المتحده مع اسرائيل خاصه تلك المتعلقه بمبيعات الاسلحه قالت يجب علينا ان نتوصل لاتفاق. هذه الحرب يجب ان تنتهي. ويجب أن نحظى باتفاق يتعلق بإخراج الرهائن المحتجزين في غزة. تابعاً. أنا لا أتردد في التزامي بدفاع إسرائيل وقدرتها على الدفاع عن نفسها. ده أول مبدأ آه قالته كاميلا هاريس بتؤيد بتقول إن أنا لا أتردد في التزامي بدفاع إسرائيل وقدرتها على الدفاع عن نفسها. فالخبر أعلن تماماً هي منحازة لإسرائيل. ملهاش حل تاني إلا انها اشارت الى عدد الشهداء من المدنيين اشارة يعني من المدنيين الفلسطينيين بسبب الهجوم الاسرائيلي مرتفع للغاية وغير مقبول يعني حتى ما وصلش للادانة يعني كما اكدت التزامها بحل الدولتين من اجل ان تكون اسرائيل امنة لكن لم تصف الدولتين يبقوا شكلهم ازاي والموضوع يبقى والاتفاقيات على ارض الواقع تبقى ازاي ده مفيش حتى اتفاق لهدنه علشان تبادل الرهائن ولا وقف اطلاق النار يبقى دولتين ازاي يعني كما اكدت التزامها بحل الدولتين من اجل ان تكون اسرائيل امنه من اجل ايه من اجل اسرائيل يعني الدولتين كما يراهم الاسرائيليون او كما تراهم كاميلا هارس بعيون اسرائيليه كما اكدت التزامها بحل الدولتين من اجل ان تكون اسرائيل امنه وجددت الدعوات للتوصل لاتفاق لوقف اطلاق النار والافراج عن الرهائن قائله ما زلت ملتزمة منذ الثامن من أكتوبر بما يجب علينا فعله للعمل نحو حل الدولتين حيث تكون إسرائيل آمنة وتتحقق الكرامة وحق تقرير المصير للفلسطينيين طب انت قابلت الفلسطينيين شفتيهم أخبارهم ايه عرفتي هم عايزين ايه ما حصلش يعني حتى في المهرجان بتاع الحزب الديمقراطي كان مقرر ان في واحد فلسطيني يطلع ويدلي بدلوه على المسرح ولاخر لحظه ما طلعش. ايه السبب؟ وايه عدم مقابله ما يمثل الفلسطينيين حتى لو في في الجاليه الفلسطينيه الموجوده في امريكا ورايها ايه؟ ما خدتوش رايها ليه؟ ما طلعتوش رايها على العلن ليه؟ فين المناقشات بينكم وبين الفلسطينيين؟ لا يوجد يعني هو بس كلام بروباجندا زي ما بيقولوا اكدت هاريس انها تضع الاقتصاد على راس قائمه اولوياتها ايه هو بقى الاقتصاد اللي هي بتضعه بقى تتكلم في الاخر ولو حضرتك ممكن ترجع للمداخله هي لم تعبر عن اي شيء في الاقتصاد ولا تقريبا هي فاهمه يعني ايه اقتصاد اكدت هاريس انها تضع الاقتصاد على راس قائمه اولوياتها فعندما سئلت عن أهدافها في اليوم الأول لها في المكتب البيضاوي حال الفوز في تصويت نوفمبر لم تذكر أي خطوات محددة التي عادة ما تكون أول قرارات الرئيس الجديد بس الأوامر التنفيذية يعني هعمل إيه علشان أصلح حال الناس ما قالتش لكن هي مهتمة بالاقتصاد بروباجندا يعني يعني عنوان لكن هتعمل إيه في البطالة هتعمل إيه في, في التضخم اللي هو حتى على الورق يعني انا مش مقتنع ان في تضخم في امريكا ولا حاجه هو ارتفاع اسعار مبالغ فيه آآ مما لا شيء هو بس رفع آآ يعني زي ما بيقولوا ايه يعني رفع مستوى المعيشه في كل الولايات ورفع الاجور ولكنه لا يتناسب مع مع رفع الاسعار ولكن هذه هي الحياه عموما يعني يعني دايما يبقى في رفع الاسعار بس المعدل كان عالي شويه في الاربع سنين اللي فاتت وفي وقت سابق من أغسطس الحالي أعلنت هاريس خطتها الاقتصادية والتي تتمحور على خفض أسعار المواد الغذائية والإسكان ورعاية الأطفال وذلك من خلال ملاحقة ده في وقت سابق يعني قبل كده قالت الكلام ده ما كررتوش ليه في في المكالمة في المداخلة التلفزيونية ما تقدرش تعمله مش بإيديها وفي وقت سابق من أغسطس الحالي أعلنت هاريس خطتها الاقتصادية تتمحور على خفض الأسعار المواد الغذائية في العموم والإسكان في العموم ورعاية الأطفال في العموم وذلك من خلال ملاحقة الشركات وحثت المذيعة هاريس على توضيح سبب عدم تنفيذ تلك المقترحات خلال السنوات الثلاث والنصف من إدارة بايدن لماذا لم تفعلوها بالفعل؟ قالت هاريس كان علينا أن نتعافى كاقتصاد وقد فعلنا ذلك مشيرة إلى الجهود المبذولة لاحتواء التضخم وخفض تكاليف الأدوية الموصوفة وخفض الضرائب على الأسر وقالت هناك المزيد الذي يتعين القيام به لكن هذا عمل جيد هي بتقول على نفسها كده يعني في المقابلة كمان أكدت هاريس إنها ستعين جمهوريا واحد من الحزب الجمهوري في إدارتها عملا بمبدأ أنها ستكون رئيسة لكل الأمريكيين إذا فازت إلى أنها لا تفكر في اسم معين الآن وقالت سي ان الامر يعد احياء تقليد على مدى العقود العديده الماضيه لم يتبناه ترامب او بايدن يقوم فيه الرؤساء بتسميه عضو واحد على الاقل من الحزب المعارض في ادارتهم يعني ده كان بروتوكول معمول بيه في امريكا من قبل هي إيه عايزه تحيي هذا البروتوكول لعل وعسى بعض الجمهوريين يدوها أصواته قالت هاريس في مقابله يوم الخميس لدي 68 يوم قبل هذه الانتخابات لذلك انا لم اضع العربه امام الحصان لأن انت حطيت العربه قدام الحصانه كلها مش حصان واحد لكنني اعتقد انني سافعل ذلك اي تعيين جمهوري في ادارتي آه يعني عايزه تعين يعني هي مش عايزه تسبق الاحداث لكن قالت ان انا هعمل اعتقد انه مهم حقا لقد امضيت مسيرتي المهنيه في دعوه تنوع الاراء اعتقد انه من المهم ان يكون هناك اشخاص على الطاوله عندما يتم اتخاذ بعض اهم القرارات التي لها وجهات نظر مختلفه وتجارب مختلفه واعتقد انه سيكون من مصلحه الجمهور الامريكي ان يكون لدي عضو جمهوري في ادارتي. وصفت هاريس بايدن بانه كان قويا بشكل غير عادي، ده بايدن. في الايام التي اعقبت اداؤه الكارثي في مناظره سي ان ان، ده قبل قبل التنازل ما كانش اداء كارثي ولا حاجه. في اطلانتا امام ترامب وقالت انه يتمتع بالذكاء ده على بايدن والالتزام والحكم والتصرف الذي اعتقد ان الشعب الامريكي يستحقه بحق في رئيسه. واوردت هاريس تفاصيل المكالمه التي تلقتها من بايدن في يوليو الماضي بشان نيته بالانسحاب من السباق الرئاسي بعد اسابيع من الضغط وقالت انها كانت في المنزل تصنع الفطائر لابنة شقيقتها عندما رن الهاتف وتتذكر تتذكر قائلة كان جو بايدن وأخبرني بما قرر القيام به وسألته هل أنت متأكد فقال نعم مضيفة لم أفكر بنفسي في بادئ الأمر لأكون صادقة معك اللي كان أول ما خطر ببالي هو وخلال المقابلة دفعت هاريس على التحول بعيدا عن بعض مواقفها الأكثر ليبرالية لكنها أصرت على أن قيمها لم تتغير تاني قيم هاريس لم تتغير حتى مع سعيها الى الاجماع حيث سئلت على وجه التحديد عن تراجعها عن حظر التكسير الهيدروليكي والغاء تجريم عبور الحدود غير القانوني وهي المواقف التي اتخذتها خلال ترشحها الاخير للرئاسه. اكدت انها لا تريد حظر التكسير الهيدروليكي وهي عمليه استخراج الطاقه الرئيسيه لاقتصاد ولايه بنسلفانيا. نطلع كمان نكمل الخبر المتارجحه. وقالت انه يجب ان تكون هناك عواقب للاشخاص الذين يعبرون الحدود دون اذن وقالت اعتقد ان اهم جانب في منظور سياستي وقراراتي هو ان قيمي لم تتغير من جانبه انتقد الرئيس الامريكي السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب في كلمه القاها خلال تجمع انتخابي في ولايه ميشيغان الرد على اللقاء يعني اداء هاريس ووالز في المقابله وذكر ان هاريس لم تتمكن من الظهور وحدها وانها قررت الظهور الى جانب شخص لم نسمع به سابقا في اشاره الى نائبه تيم والد وشكك في صلاحيتها بان تكون رئيسه حقيقيه وفي منشور على تروث سوشيال قال ترامب كانت اجابتها غير متماسكه واعلنت ان قيمها لم تتغير انا اتفق معها في ذلك فقيمها لم تتغير واضاف ستظل الحدود مفتوحه ولن تغلق وستكون هناك رعايه صحيه مجانيه للمهاجرين غير الشرعيين ومدن امنه ولن يتم الافراج عنهم بكفاله نقديه ومصادرة الأسلحة وحظر استخدام السيارات التي تعمل بالبنزين وإلغاء الرعاية الصحية الخاصة ووضع معدل ضريب بنسبة 70 ل 80 في المية وستقوم بسحب التمويل من الشرطة ستصبح أمريكا أرضا قاحلة بيقول إن ده اتجاهات الديمقراط لأنهم يسحبوا البساط من تحت الشرطة تقليل الميزانية بتاعتهم مع كده هيبقى القبض على الناس وال المتاجرة بحياة الناس في الأمن من خلال الموازنة للشرطة ودي شيء خطير جدا وأيضا الضرائب ممكن ترتفع ل 70 و 80 أنا عايز أقول بس حكاية الضرائب دي إيه في بعض الشرائح في أمريكا وصلت يعني قبل كده ترامب كان قال أقصى شريحة توصل ليها كانت 30 أو 32 في الآن هي 39 في معدل 7 7% من الإجمالي يعني ممكن في بعض الشرايح او بعض الجزء من الشرايح في في الضرايب يوصل ل 40 و 42 ترامب بيقول للناس مع كاميلا هاريس هتوصل ل 70 ل 80% في بعض شرايح الضرايب مش في كل الشرايح ودي هتبقى خطر على جذب الاموال جذب الاموال والاستثمار في امريكا نشوف الخطوة التانية اللي عملتها هاريس لأنها بدأت تحس إنها بتفقد الصوت العربي المهاجر في أمريكا فعملت ايه؟ كاميلا هارس تستعين بمحاميه مصريه مصريه الاصل للتواصل مع الناخبين العرب، الخبر بيقول كده. نشوف الخبر ونقراه مع بعض. الانتخابات الامريكيه حمله هارس تستعين بمحاميه مصريه الاصل للتواصل مع الناخبين العرب. الخبر كان بتاريخ يوم الخميس 29 اغسطس استعانت حملة دي وكالات أنباء يعني استعانت حملة حملة كاميلا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024 بمحامية أمريكية مصرية الأصل كانت مسؤولة سابقا في وزارة الأمن الداخلي من أجل المساعدة في قيادة التواصل مع الناخبين الأمريكيين العرب الذين يتمتعون بنفوذ في بعض الولايات التي قد تساعد في حسم الانتخابات المقررة في الخامس من نوفمبر. <applause> وبحسب موقع الشرق الاخباري ستتولى برندا عبد العال اسم المحاميه برندا عبد العال مهمه حشد دعم جاليه محبطه بسبب الدعم الامريكي لحرب اسرائيل على قطاع غزه وكان احدث منصب شغلته المحاميه المصريه الاصل برندا عبد العال ومستشارة مستشاره وزير الامن الداخلي وانضمت الى الوزاره في يناير 2021 بعد وقت قصير من مغادره ترامب لمنصبه لتشغل منصب رئيسه موظفي مكتب الحقوق المدنيه بالوزاره وكانت كاميلا هاريس قد عينت بالفعل المحاميه الامريكيه افغانيه الاصل نصرينا باركيزي للتواصل مع الامريكيين المسلمين وفقا لموقع اكسيوس استراتيجيه هاريس تتلخص في ثلاث حاجات يعني في العمل على ترامب ثلاث اهداف وهي التفوق على دونالد في الارض والبقاء في صداره عناوين الاخبار والحملات الانتخابيه القويه التي يمكن ان تزيد فرصها في الفوز من خلال المزيد من الاحتكاك مع الناخبين، وبالفعل بدات نائبه بايدن باتخاذ تلك الخطوات حيث يمتلئ جدول اعمالها هذا الاسبوع بدءا بجوله بالحافله في جنوب جورجيا، كما ستجلس لاول مقابله لها كمرشحه رئاسيه وتكثف الاستعدادات للمناظره الاولى لها امام ترامب في العاشر من سبتمبر. واضح من الخبر انها هي المحامين دول بتتواصل معاهم عن طريق الحزب الديمقراطي بيتواصل طبعا مع كل الاقليات وهم بيوصلوهم بيساعدوهم للمناصب وفي الاخر بيحطوهم في الاحزاب للتواصل مع الجاليات العربيه علشان تستقطب الاصوات لصالح لصالحها في الانتخابات والخبر بيكشفها تماما لان هي واضح جدا انها لا تقرر ما تقرره اسرائيل او تعدل فيه. واضحه؟ ترامب هو هيكون مع اسرائيل، هو امريكا مع اسرائيل مش هي مش هيختلف، لكنه هيحد من قتل الابرياء في فلسطين. هو دايما ما بيحبش الحروب ولا في اوكرانيا وروسيا. وموضوع السودان ده ممكن يحله يعني في ببساطه يعني، لان هو في الاخر خالص هو مش عارف يعني عايز اقول ان الحرب في السودان مفتعله هم اخوات بيتخانقوا مع بعض مفيش مرتزقه فيش حاجه اسمها مرتزقه هم كلهم سودانيين مع بعض سواء في الغرب ولا الشرق هي قبائل فكل قبيله بتدعي على التانية انها مش سودانيه او هي من الغرب او هي من مدن تانية وهذا هو اشكال السودان الحقيقي ان عمر البشير عشان يحمي نفسه عمل لنفسه قوه تحميه ضد الجيش اللي هو ممكن ينقلب عليه في اي لحظه وقد انقلب السحر على الساحر بعد ما هو مشي والبرهان ما عرفش يتعامل مع الدعم السريع وحضراتكم شايفين الخراب الذي يجتاح السودان من جنوبه لغر... لشرقه لغربه لشماله زي ما حضراتكم شايفين وفي كارثه في السودان في انهيار سد من السدود على النيل والدنيا بايظه و تقريبا يعني كده في خبرين عن السودان لكن قبل كده هنكمل ماذا يدور في معسكر هارس. احنا بنكشف كل الحاجات اللي هي موجوده مع هارس لعل وعسى يمكن لكن زي ما بقول لكم في ولايات ديمقراطيه بتدي بالتبعيه وبقوه الدفع العادي زي كاليفورنيا مستحيل تتحول لريببلكان قبل ما يتحول الناس اللي فيها للريببلكان يمكن قدامها سنين لكن آه بنوضح للناس لعل الديمقراط ممكن يفوق حتى من آه الشعوب العربية اللي جات هنا وممكن تبقى مع الديمقراط او مع الريبابلك انت حر تدي اللي انت عايزه لان يعني في الاخر خالص هي انتخابات حرة وحضرتك زي ما انت عارف نتيجة الانتخابات بتبقى في رئيس يحكم اربع سنين نتيجة الاربع سنين دي ليها تأثير على المجتمع في امريكا وعلى المجتمع عاد كلها اللي خارج امريكا وعلى الدول طبعا طبعا تاثير واضح وجلي وصريح على الشرق الاوسط بالذات وحضرتك السياسه لن تتغير سياسه بايدن لن تتغير وحدث فيها الحروب الاتيه واحد روسيا واوكرانيا اثنين مناوشات على آه على حدود مع الصين وتايوان ودي يعني افغانستان افغانستان فيها قلق وبعدين آآ آآ رد الثاني العراق قلق منذ تولي الديمقراطيين ايران قلق عام في ايران وايضا ايران بتعلن تقريبا الحرب على العالم كله بارهابها تركيا غير مستقره في الوضع الديمقراطي لكن شفنا في وضع الريببلكان كانت تركيا بتمتثل للاوامر واضح تمام الحرب بين اسرائيل وغزه وتشجيع اسرائيل على غزو غزه او السكوت حتى يعني آه ان مش معقوله عمليه زي بتاعه 7 اكتوبر دي ما كانش لا الموساد ولا السي اي آه اي عندهم خبر يعني انا برضو بشوف ان مش ممكن تكون اتعملت في سريه تامه لانها مش آه احاديه ده في عدد عد اخترق الحدود ودخل اسرائيل وقتل وسبى وعلى مشاعر الجيش الاسرائيلي وخد ضربة اه يعني الضربة الدفاعية وقتل اتنين مع بعض قتل من الاسرائيليين وقتل من الفلسطينيين او من الحماس المعتدين ودي اللي زودت العدد ل 2700 ويمكن اكتر من كده والاسرى او مش اسرى هم محتجزين رهائن لان قصر دي لما بتبقى في حاله حرب مع جيش وجيش بيقصر جيش اما لما تكون في حاله حرب او بتعتدي على مدنيين وتاخد منهم فبيبقوا رهائن واسوه بالرهائن ال 55 ايام كارتر وايران زمان واتحلت بقرار من ريجن بعد ما كارتر راح عايز اقول لكم ان الديمقراط بيشعلوا الحروب في كل مكان كان ممكن ان يقود امريكا الى حرب وممكن تبقى خاسره بعدين وتبقى تحت الجدل لكن في وقتها ممكن يكونوا محتاجينها زي ما عمل بوش وزي ما عمل آه كل الريببلكان اللي قبل كده ترامب ما بيحلش بحروب لكنه قادر على انه يخلي امريكا تاخد حروب لكن هو آه بقوته وشخصيته بيمنع هذه الحروب وبيبقى فيه اه طبعا ما هو آه يعني عدم الحرب فيه سياسه وهات وخد والكلام ده كله لانه يعني انا مش بشكر في ترامب في الناحيه دي لكن انا دي ناحيه ايجابيه لا يمكن آه ان اي حد يغفلها وخصوصا المجتمعات العربيه ترامب اجتمع ب 52 دوله آه عربيه واسلاميه وقال لهم انتوا عايزين ايه يعني لما لما لقى القلاقل هناك انتوا عايزين ايه عايزين سلاح نديكوا سلاح عايزين تقويم اقتصاد عايزين عايزين تلتحموا بالعالم الخارجي معاكم انتوا عايزين ايه وسمع لهم كويس قوي واستجابوا للنداء وكان فترته فترة هدوء حتى ما بين دول الاسلامية مع بعض واحنا عارفين ان يعني الدول دي مش 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 امنه لبعضيها خصوصا الشيعة والسنة يعني الموضوع مش سهل زي ما حد متخيله ولا التعاون بين ايران وحماس ما هو في الاخر خالص يعني رئيس حماس الهيئه السياسيه لحماس اغتيل في عقر دار ايران يعني واكيد اكيد في اختراق للمخابرات والامن الايراني لانه يتم هذا الاغتيال بهذا الاسلوب الوقح يعني انا ما بدافع عن انا ضد سياسه الاغتيالات عموما يعني خالص يعني ما بايدهاش ما ينفعش لازم تتفاوض واذا كان في حرب يعني بتدافع عنها بجيشك ودولتك دي بقى على حسب ما تراها الامم المتحده ومجلس الامن العالمي يعني انت محق ولا لا والحرب الدائره في روسيا واوكرانيا دي يجب ان تتوقف لان هو في الاخر في ناس بتدفع ثمن غير روسيا واوكرانيا كمان لان يعني احنا عارفين روسيا واوكرانيا بينتجوا تقريبا اكتر من تلت القمح العالمي وفي كمان محاصيل غذائيه كمان تانية علاوه على ان التكنولوجيا بتاعتهم الاقل سعرا وعشان كده يمكن التضخم حاصل في البلاد لان التكنولوجيا الاعلى سعرا هي اللي بدات تتعرض في السوق بديل للاقل سعرا آه ماذا يدور في معسكر هاريس اللي, اللي احنا بنحاول نكشفه من خلال المقالات دي إيه اللي اللي بي... إيه اللي بيدور هي إيه عايزه تعمل في امريكا ايه هل هي هتبقى حاكم فعلي كل الناس بيقولوها شك طب هل ممكن انها تنتخب بي... اه طبعا في قوه دفع ديمقراطيه رهيبه الشكل نقرا الخبر مع بعض ونشوف آه هارس هتعمل ايه في المعسكر بتاعها الانتخابات الامريكيه وماذا يدور في معسكر هارس المرشحه الديمقراطيه تعتمد استراتيجيه ثلاثيه لمواجهه ترامب الجولات والترند بالمقدمه بروباجندا يعني دعوات الوحده بين الاهداف ومستشار كلينتون نجم محاكاة المناظره. الخبر ده مكتوب بيوم الثلاثاء 27 اغسطس وكتبته نهال ابو السعود وعن ترجمه حقيقيه لما يقال في الاعلام الامريكي مرشحه الحزب الديمقراطي في انتخابات امريكا كاميلا هاريس تعتمد على عدد قليل من الأهداف الرئيسية التي تسعى لتحقيقها في أقل من 70 يوم المتبقية على موعد ذهاب الناخبين لصناديق الاقتراع وتحديد ساكن البيت الأبيض الجديد الفوز على الرئيس السابق دونالد ترامب مرشح الجمهوريين وفقا لموقع أكسيوس ده موقع كبير في أمريكا استراتيجية هاريس تتلخص في ثلاث أهداف وهي التفوق على دونالد ترامب وهم في العمل على الأرض والبقاء في صدارة عناوين الاخبار والحملات الانتخابيه القويه التي يمكن ان تزيد فرصها في الفوز من خلال المزيد من الاحتكاك مع الناخبين وبالفعل بدات نائبه بايدن باتخاذ تلك الخطوات حيث يمتلئ جدول اعمالها هذا الاسبوع بدءا بجوله بالحافله في جنوب جورجيا كما ستجلس لاول مقابله كمرشحه وجلست يعني وكان الخبر قبليها وتعتبر المقابلة يعني ما هياش بالقوة اللي ممكن تزيد من شعبيتها خصوصا ان هي كانت جايبة سنيد معاها يعني هو النائب ان هو حتى يرد بدلها وكانت اجاباتها كأن الاسئلة مطروحة عليها قبل كده والاجابات كانت ليست نموذجية كما يتمناها الشعب الامريكي ولكنها كانت اجابات سياسية مائله بين ما بين التحقيق وما بين عدم التحقيق. يعمل فريق هاريس باستمرار شهر العسل الديمقراطي وركوب موجه المشاعر الايجابيه واستطلاعات الراي المشجعه القادمه من المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي من خلال الحفاظ على الضغط على ترامب وتشجيع الامريكيين على شراء حقبه جديده من الوحده وطي صفحه انقسامات ترامب حيث طرحت بعض المقترحات السياسيه لمساعده اصحاب المنازل لاول مره والطبقه العامله وغيرهم. لكن مستشاريها الكبار يخففون من التوقعات بأنها ستطرح أفكار سياسية مكتملة قبل يوم الانتخابات يا سلام يعني قبل يوم الانتخابات بيوم هتطرح الأفكار السياسية يعني اللي هي مش موجودة حاليا ويرجع سبب ذلك إلى أنه ببساطة ليس لديهم الوقت الكافي حيث أكبر دخول هارس المتأخر في السباق فريقها على تحديد الأولويات وتح... وتحسب هارس من أن أفضل تحرك لها لمواجهة ترامب والتأكيد على المثل العليا اللي هي إيه يعني مثل القوة واللياقة وسيادة القانون والحريات الفردية هو لم يتعدى على ده كله على فكرة يعني يعني سواء ديمقراطي أو ريبابليكان ما يقدرش يعمل كل حاجة في ده لا في قوة أمريكا ولا اللياقة بتاعتها بالخارجية بتاعتها ولا سيادة القانون جوه أمريكا لا يقدر يتحكم فيه ريبابليكان ولا ديمقراط ده في قضاء يعني رهيب الشكل في أمريكا والحريات الفردية يعني حدث ولا حرج يعني الحريات الفردية لحضراتكم شايفين ان تبادل حتى الشتائم بين ترامب وكاميلا هاريس على اكبر شبكات الاخبار في امريكا اشار اكسيوس الى ان جدول هاريس يهدف الى زيادة التغطية الاخبارية لحملتها التي لا تتطلب الانفاق على الاعلانات حتى مع تخطيط فريقها لانفاق 370 مليون دولار على الاعلانات التلفزيونيه والرقميه بين عيد العمال ويوم الانتخابات بالاضافه الى جوله الحافلات في جورجيا لتسلط الضوء على احدى الولايات التي يبدو انها وضعتها في اللعب مع الديمقراطيين في الشهر الماضي فان لدى هارس اولويه اخرى هي المناظره ضد ترامب التي تستضيفها شبكه اي بي سي مناظره تجريبيه يعمل فريق هاريس بشكل سري على وضع استراتيجيه للمناظره للتعامل مع ما يتوقعون ان يكون سيلا من الاكاذيب من الرئيس السابق حيث شاركت في مناظره تجريبيه في جامعه هاوارد قبل المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي وتخطط لاجراء عده تدريبات اخرى قبل المناظره امام ترامب. وكشفت نيويورك تايمز ان نائبه بايدن خاضت مناظره رئاسيه تجريبيه في 15 اغسطس في جامعه هاوارد في واشنطن حيث خصصت وقتا من جدول حملتها الانتخابيه للعمل على نهجها. الذي ستتبعه مع منافسها الجمهوري، حيث تعمل على الاستعداد للمناظره مع مجموعه صغيره من المستشارين الذين يعملون معها منذ قبل توليها منصب نائب الرئيس الامريكي. تعمل روهيني كوزوجلو رئيسه موظفي هاريس في مجلس الشيوخ وكبيره مستشاريها خلال حملتها التمهيديه لعام 2020 على قياده الاستعدادات. وتشاركها آه وتشاركها يعني كارين دان المحامية التي ساعدت في إعداد هاريس لمناظرتها لمنصب نائب آه الرئيس في عام 2020 كان ضد طبعا مايك بنس كما تم استدعاء شون كليج الخبير الاستراتيجي الرئيسي السابق في حملة هاريس لعام 20 للمساعدة ما تعرفش غيرهم يعني هي جايبة اللي عينهولها بايدن عشان يساعدوها او الحزب ما تعرفش غيرهم تعالوا تاني ولاعدادها بشكل افضل. استعانت الحمله بفيليب برينس وهو مستشار ديمقراطي عدى هيلاري كلينتون لمناظرتها يا رب مستقبل هيلاري كلينتون يبقى زيك <applause> او زي انت زي هيلاري كلينتون. <applause> لمناظرتها في عام 16 ضد ترامب تجسيد دور الرئيس السابق ويرى كل الجانبين ان المناظره لحظه حاسمه يمكن ان تغير مسار السباق بين عشيه وضحاها. معانا على التليفون استاذ المستشار استاذ المحامي ممدوح نخله مساء الخير يا استاذ ممدوح محبيه. ربنا يخليك الانتخابات الامريكيه والواقع الامريكي ما بين هو بروباجندا وما بين هو اعلانات حقيقيه بين دعايه انتخابيه وبين واقع اليم بتغيير في القيم الامريكيه من دخول المثليه والاجهاض وال وحاجات كتيرة قوي زي ما حضرتك عارف يعني على يد الديمقراطيين وضد الريبابليكان وايضا انا مش عايز اقول ان الريبابليكان برضو ليه اخطاء وكان ممكن بيتحدى الديمقراطية في الماضي والتعدي على الكونجرس ويمكن دي برضو من اخطاء ترامب الماضية لكن في الاخر خالص تأثير الانتخابات دي مش بيدفع ثمنه الامريكيين بس لا ده الامريكيين والشرق الاوسط زي ما حضرتك عارف يعني كلمنا على الموضوع ده يا استاذ ممدوح اتفضل تمام كما تعلم ان النظام السياسي في امريكا بيعطي سلطات كبيره لرئيس الجمهوريه قد تفوق السلطات التي يتمتع بها اقصى الدول الديكتاتوريه. يعني رئيس الجمهوريه تتمتع بصلاحيات واسعه جدا للغايه في الولايات المتحده، هو الذي يعني يبرم معاهدات، هو الذي يعلن الحرب، هو الذي ينهيها، وهو الذي يبرم الاتفاقات، وهو ايضا من ناحيه السياسه الخارجيه يتمتع بنفوذ اكثر من اي دوله اخرى. حمي. وان كان كل هذه السلطات تلجمها الكونغرس ايضا لانه هو الذي يشرف على صلاحيات رئيس الجمهوريه في النهايه. لذلك فان ايا كان الرئيس الذي سيتم انتخابه له بلا شك طالما انه هذه الصلاحيات القويه الكبيره هي بلا شك ستتاثر به دول الشرق الاوسط بل كل دول العالم فاذا كان الحزب الجمهوري بطبعتهم لا يتدخل في السياسات الخارجيه الا بالضرورة القصوى بينما الحزب الديمقراطي تدخل فيه في جميع دول العالم وهذا في نص الديمقراطيه <applause> وبالتالي فان نجاح احد الرأسين سوف اكثر بالتاكيد مش مجرد يعني شكوك بالتاكيد على دول الشرق الاوسط لا سيما ان هناك تماد بان من فاع قام بالربيع العربي هو الولايات المتحده الامريكيه في الرئيس اوباما اذا الدول العربيه تخشى من وجود رئيس ديمقراطي لوجود لخلي من ان من ان نفوذه او صلاحياته في السياسه الخارجيه قد تؤثر على هذه الدول في نفس الوقت التي يتحالف فيه الديمقراطيين مع العرب والاسلاميين واليسار المتطرف في آه الامريكيه. تمام استاذ ممدوح انا بس يعني في صوره كده يعني قريتها في الخبر الثاني وهي الاستعانه بمحاميه من اصل مصري للتواصل مع الجاليات العربيه لدعم كاميلا هاريس في الانتخابات برغم ان كاميلا هاريس بتعلن انها لا تتردد في موقفها مع اسرائيل فهي آه يعني بتعتبر ان اسرائيل امتداد للوجود الامريكي في الشرق الاوسط ودي حاجه آه سواء ريبابليكان او ديمقراط بيوافقوا عليها ولكن الريبابليكان هنا بيحد دايما من الفرط في استخدام القوه ضد العزل وضد المدنيين ودي لاحظناها في كل ما هو آه آه يعني آه ريبابليكان يعني جمهوري في حروب قامت في الشرق الاوسط ودي حروب جيش امريكي اه في كتير لكن كانت حروب من اجل تغيير نظام من اجل تغيير قوه سلاح ارهابيه في ايد دوله زي ما حصل في افغانستان والعراق زي ما حضرتك عارف لكن دي كانت استثناءات في الوضع الجمهوري لكن الديمقراط اشتعال فتن وحروب في كل تقريبا في كل منطقه في العالم زي ما حضرتك عارف روسيا أوكرانيا في غزة وإسرائيل في السودان في ليبيا مؤخرا في اليمن وفي العراق أيضا ابتدت عودة الميليشيات وسوريا في الشمال السوري ما بين تركيا وطمعها في سوريا والسماح لها ومع وجود قوة أمريكية هي موجودة لداعش فقط أو لغيره لكن برضو في اختراق من حزب الله أو تعاون من حزب الله لسوريا بالاتفاق ودي معلنه ودي برده من ضمن الاماكن المشتعله في العالم اخمادها الديمقراط لا يريد اخمادها ويستفيد منها ان هي الكل يلجا له بصفته أنه هو رئيس اكبر دوله في العالم ولكن في الاخر مفيش حل الحل بيبقى دايما حاسم بان كل الطرفين لازم يقعدوا مع بعض آه وده ما بيقدرش عليه غير آه الريببليكان يعني الديمقراط ما بيقدروش عليه ولو قعدوا الطرفين مع بعض بيبقى القعده سوريه او مؤتمر سوري ايه راي حضرتك في الموضوع ده اتفضل يا فندم زي ما حضرتك اتفضلت ان الحزب الديمقراطي آه من اهدافه المعلنه ان هو فرض ديمقراطيه في جميع دول العالم سياساته الخارجيه تعتمد بالاساس على التدخل في شؤون الدول الداخليه وفرض الديمقراطيه عليها بما يتطابق مع الديمقراطيه الامريكيه بينما الحزب الجمهوري زي ما حضرتك برضه قلت في البدايه ان هو فرضت عليه الحرب فرضا عندما غزت طبعا طالبان آه وتنظيم تنظيم القاعده آه الولايات المتحده في 11 سبتمبر 2001 كان الحرب فرضت عليه بمعنى صح كان لابد ان يواجه ذي الحرب بحرب دفاعيه شملت افغانستان والعراق آه في آه في ذلك الوقت وبالتالي فان الـ الـ التعيين كامل هارس ليه محامية عربية من أصول مسلمة <applause> هي لكسب ود العرب والمسلمين في أنحاء العالم لا سيما أن الحكام العرب يحسون دائما يحسون دائما النظام الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة زي ما حضرتك يعني قلنا في البداية أن الحزب الديمقراطي هو الذي تسبب في الربيع العربي في خمس دول في العربية بدءا من من تونس ومصر وليبيا وسوريا واليمن فهناك خمس دول فعل سقط حكامها بسبب تدخل الرئيس الديمقراطي في شؤون الدول العربيه بينما الشعوب العربيه تفضل النظام الحزب الديمقراطي في امريكا لانه يغازل بالفعل عواطفها لانه دائما يعني الرئيسي مع اليسار المتطرف ومع المسلمين المتطرفين ايضا داخل الولايات المتحده ومع ايضا عتاة العربيين القوميين العرب في الولايات المتحده فبالتالي هنا المعادله يعني صعبه يعني الشعوب العربيه تفضل حاكم ديمقراطي بينما الحكام العرب يفضلون حاكم جمهوري تمام الحزب الجمهوري دايما بيسمى اليمين وكلمه اليمين المتطرف ده الاعلام العربي لانه اي يمين بالنسبه له بيبقى متطرف معرفش ليه كانها لغه دارجه عندهم ويرجو نرجو انها تتصحح بعد كده لان في حاجه اسمها يمين وفي يمين متطرف واليمين المتطرف ابدا ما بيمسكش الحكم هو ممكن يمسك اليمين ودايما بيميل الى اليمين الوسط او اليسار الوسط لما يبقى في يسار برضو متطرف بيبقى آآ آآ زي اليمين المتطرف هما جايز علشان عندهم اليمين دايما متطرف فاي فآ اي ذكر لكلمه اليمين يليها بعضيها على طول متطرف ارجو تصحيح الموضوع ده للاعلام العربي لكن انا بتكلم هنا على ان اليمين له قيم وقيم ممكن ان تتوافق مع قيم الشرق الاوسط ومع ذلك أن المجتمعات العربية القائمة في أمريكا والحاصلة على الجنسية الأمريكية دايما دايما بتروح لليسار. يعني تعليلك ده ليه ايه؟ مش كلها طبعا لكن أغ... يعني نصها أو يمكن أقل شوية. اتفضل يا فندم. طيب آه ال... اليمين بصفة عامة في المصطلح السياسي هي الأحزاب التي تميل إلى الماضي يعني المحافظة التي تحافظ على القيم الماضية. مثل منع ومنع المثليه وزواج المسلمين جنسيا و ونصف يمينية فكل من يوصف بالكلمة اليمين طبقا للمصطلح السياسي في العلوم السياسيه هي الاحزاب المحافظه على قيم المجتمع دي اليمين اما اليسار فطبعا الاحزاب التقدميه التي تلاحظ واكب العصر وهي احزاب طبعا كلها يعني مع الاجهاض ومع المثليه ومع الشذوذ إلى ذلك. ولكن بعض الـ 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 او الاعلام العربي ركز على كلمه اليمين وخوف الناس منهم لانه ما عندهم اليمين يشبه القيم الاسلاميه المحافظه وهي طبعا زي مثل داعش وزي بتاع فبالتالي ابتدوا يصبوا اليمين باليمين المحافظ رغم اليمين هناك في يمين مخصص زي ما هناك يسار المخصص او اليمين المعتدل مش كل ما هو يمين هو يعني يمين رجعي لدرجه مثلا للعصور الاولى لا هناك كمان اليمين هو اليمين المعتدل وهو الذي يحافظ على قيم المجتمع وفي نفس الوقت لا يميل الى الرجعيه السحيقه يعني ما بتطالبش بما تنادي به العصور الاولى. جميل. وده سبب الاشكاليه في ان زي ما حضرتك تفضلت وقلت ليه الاعلام العربي دائما يخيف الناس من صعود اليمين، لا صعود اليمين في اوروبا هيقضي العرب والمسلمين، صعود اليمين في امريكا لأنه هو يرى في دائما ان كلمه اليمين الغربيه تعادل كلمه اليمين في الدول العربيه. وهنا مبعث القلق من خوف الحكام العرب والاعلام العربي والشعوب العربيه ايضا من وصول اليمين الغربي الى سده الحكم. تمام. هو الانتخابات الامريكيه بتؤثر على الشرق الاوسط عامه في سياساته واقتصاده وكل حاجه، ومع ذلك الرأي الجمهوري بيبقى رأي قوي ودايما بيحارب التضخم ودايما بيبقى متجاوب مع ايجابيات من مصر ولاحظنا ده في الاربع سنين بتوع ترامب وانه فتح لكل السلع المصريه المنتجه في مصر الاسواق الامريكيه بدون جمارك ودي حاجه يعني بنقولها وعمل يوم عالمي للاقباط لانه كان بيعز المصريين جدا وكان من ضمن حملته الاثنين كان في واحد اثنين مسيحيين واحد من اصول مصريه وواحد من اصول لبنانيه كانوا متوليين الحمله بتاعه ترامب الأولانية ونجحوا فيها طبعا وكانوا يعني على قدر الثقه وال يعني يمكن كان بيتقرب بطريقه معينه يعني ليهم الى انه في تخوف دايما من الجمهوريين، هل لان الجمهوريين ممكن أن يحرك الأساطيل الأمريكية من أجل مواطن أمريكا ومن أجل مشكلة صغيرة ويعمل حرب زي ما بيقولوا إيه ضروس ممكن أنها تؤدي في الآخر إلى خسارة أنظمة بالكامل وده ما بيحصلش لأن التغيير النظام ما بيحصلش مع الرباب لكن إلا في حالات العراق وأفغانستان ما حصلش قبل كده في أي دولة تانية لكن دول كان ليهم أسباب وحضرتك أشرت ليها أن فرضت فرضا على الجيش الامريكي اللي انا عايز اقوله خوف الشرق الاوسط من الريببليكان بيجعل الجاليات اللي هي بتقرا الخوف ده في الاعلام العربي وتتجه للديمقراط مع ان الديمقراط هي من تشعل بؤر الفتن والحروب في مناطق الشرق الاوسط خاصه والذي دعت الى شرق اوسط جديد لم يكن من الريببليكان كانت من الديمقراط كونداليزا رايس وغيرها وحتى الكتابات بتاعه التغيير الامريكي ونظره امريكا للشرق الاوسط كانت كلها كتابات ديمقراط الريببلكان لم يكتبوا في تغيير اي انظمه ولا في حاجه لكن هي نشر القيم والسلام والسلام العادل في كل دول العالم بالرغم من هذا الا ان المجتمعات العربيه تميل الى اليسار هل لان اليسار يجامل هذه الجاليات او لان الجاليات دي محمله بعبء ثقيل من الرجعيه الدينيه وتريد بوعود من الديمقراط او بوعود من اليسار انها ممكن انها تنشر في امريكا وزي ما لاحظنا كمان حتى في التربيه والتعليم يعني في مناهج الامريكيه ودخول التاريخ الاسلامي في شرح ما هو دين وليس ما هو تاريخ ودي كانت في الابتدائي في الفصل الصف الخامس مثلا او في اعدادي برضو وبعد كده جعلوها اختيارية لما حسوا بيها لما حصل تقدم الكلام ده كان من 15 سنة او 14 سنة والان هي اختيارية ويمكن بعض المدرسين بيدرسوها او لا لكن في الاخر هي فرضت فرضا على المجتمع الامريكي من هذه الجاليات نظرا لان الديمقراط او اليسار يجامل هذه المجتمعات اللي هي جاية غريبة على الثقافة الامريكية وبيحاول انها يعني ينقل حتى لو فكر ارهابي وفكر تمييزي موجود في المدارس بتعاني منه بعض المدارس حتى هذه اللحظه. هل ده ضعف في اليسار ولا دي قوه في اليسار انه يجتذب هؤلاء بس ما برضو ما بيدمجهمش في المجتمع الامريكي. تعليقك سياده المستشار اتفضل يا يعني تحليل سيادتك سليم آه لا هو يجب هو ضعف وليس قوه، اليسار يخشى هذه التجمعات. هو يخشى منهم بالفعل. آه حتى لما عمل الربيع العربي كل الانظمه التي استفادت من ال... التي آه تم تغييرها، تم تغييرها بنظم اسلاميه متشدده زي آه في... في تونس بن غنوشي وفي... وفي ليبيا لما قام بتاع دوت الدببه وفي مصر لما جه محمد مرسي وفي اليمن بعد اللي صاحب باحمد ب... صالح وبعد وفي سوريا لما كان بيت المقدس انصبت مصر عايزين تروحوا بشار الاسد فلو لاحظت تلاقي كل يسار حتى في الدول دي هو بيطيح بالنظم الدكتاتوريه صحيح ولكن بيحاول فرض نظم اسلاميه تتفق مع كسب الشارع الاسلامي والشارع العربي داخل الولايات المتحده. فبالتالي هي نقطه ضعف عند اليسار. كمان من الفرقة الغريبة ان تلاقي مثلا المسلمين المحافظين في دولهم اللي هي اصلا الدول العربية والدول الاسلامية التي ترفض الشذوذ وترفض الاجهاض وترفض اي شيء ضد القيم المثاليه و... لما يجوا الولايات المتحده هيأيدوا الحزب الديمقراطي اللي هو يشجع الشذوذ ويشجع الاغراض ويشجع القيم ضد الدين ويشجع الالحاد يعني هو في دولته هو في دولته اصلا بتاع ده بيضد الشريعه ومنع الشذوذ ومنع الخلاعه و لما بيجي في امريكا بيشجع الحزب الديمقراطي ويأيده اللي هو اصلا بينادي بهذه القيم إيه ليه هذه مفارقه وليه غرابة لان الحزب الدم... الحزب الديمقراطي وتحالفه مع اليسار هو ضد الدين المسيح واليهودي عامه فدي بالتالي اللي بتلاقي هنا المسلمين اللي جايين من الدول العربيه شايفين اي حاجه ضد عدو عدوي فهو صديق فحتى اذا كان هذا الحزب ضد هذه القيم الموجوده في دولنا وهو ينشر الشذوذ صراحه ودرس في المدارس وينشر الاجهاض صراحه ويطالب بالمثليه ويطالب بالالحاد آه وهو ضد الدين وضد الكنائس كل هذه الامور تتفق معه في ايه؟ حاجه واحده بس في النهايه بتصب ضد المسيحيه واليهوديه وليس ضد آه دينه. آه وزير دي الغريبه ازاي يعني لما تسال اي حد جاي من خلفيه اسلاميه في امريكا او من دول عربيه لماذا تؤيد الحزب الديمقراطي؟ رغم ان الحزب الديمقراطي ما ينادي به هو ضد تعليم الاسلام ولكن في النهايه طالما هو مش مهم ضد تعليم الاسلام ولكن طالما هو ضد التعليم اليهوديه والمسيحيه والقيم اللي هو ضد طالما دول مش مشكله هي حاجة مرحليه يتحالف معها معاها الى ان يحدث ما يحدث في الامور وهي تستطيع ان يقف هو لذلك العرب والمسلمين عاده بيدوا الديمقراطي على مدار السنة الاخيره في الولايات المتحده. تمام. استاذ ممدوح تحليلك يعني رائع ويعني بنشكرك على المداخله لكن من المزيد من المعلومات حضرتك دايما بتعطينا الجديد فيما هو يخص الاقباط في مصر وما اتجاهاتك نحو الامم المتحده والجلسات والحاجات دي ممكن حضرتك برضه تقول لنا ايه الجديد في هذا الموضوع اتفضل يا فندم وطبعا هناك في حضرتك تعودنا في ال... الاسبوع الاخير من شهر نوفمبر مؤتمر الاقليات الدينيه والعرقيه واللغويه الذي يعقد فيه آه في جنيف بمقر الامم المتحده آه وهذا المؤتمر نحن يعني بندعى اليه بصفه وطبعا في خلال هذا المنبر بنحاول ننادي بالمساواه بين جميع المواطنين سواء كانوا من الاقليه الدينيه او من الاغلبيه وبرضو ايضا كلماتنا باذن الله في المؤتمر القادم سوف تتحدث عن هذه المشكله وهي مشكلة الكنائس التي ما زالت قائمة حتى هذه اللحظة مشكلة أيضا الأزهر وعدم قبول طلاب مسيحيين داخل الصفوف رغم أن الجامعات الكليات عفوا الكليات في جامعة الأزهر والتي نطالب بدخول الطلبة فيها هي كليات مدنية مثل التجارة والزراعة والعلوم واللغات والترجمة والطب والصيدلة والزراعة كل هذه كليات مدنية ليست كليات شرعية حتى يتحدثوا في الكليات يعني تدرس علم الدين رغم ان تمويل جامعه الازهر اساسا من جيب دفع الضرائب والذي يدفع الضرائب في هذه البلد معظم رجال الاعمال المسيحيين وطبعا ومسلمين وبالتالي فاذا قلنا ان تمويل الازهر بيصل الى 17 مليار جنيه سنويا الاموال من اين تاتي؟ من دفع الضرائب لو عملنا كده احصائيات هنلاقي ان ممكن اكثر من نصف هذا المبلغ من رجال الاعمال المفل او من الاطباء بصفه عامه حتى من القراء يعني كل بيت بيدفع ضرائب حتى ميزانيه الدوله وميزانيه الدوله تمول هذا هذه المؤسسه التي يجب ان تكون متاحه للجميع والا اذا كان الدوله يعني نشاطها في على جامعه تمول من من ميزانيتها لمؤسسه دينيه فمن باب اولى ايضا ان تمول نشاط الكنيسه وتعطيها ايضا ميزانيه سنويه ثابته ولو نقول لسه 17 مليار ولو 3 مليار يعني ان شاء الله 20% من هذا المقدار او 10% من هذا المقدار ولكن طالما ان الدوله لا تفعل ذلك ونحن لا نريد ان تفعل ذلك ايضا، نحن لا نريد تمويلا ثابتا من الدوله ولكن نريد العدل، هي المؤسسات الدينيه تمول من تابعيها من المتدينين الذين يتبعون هذه الطائفه سواء كانت مؤسسه دينيه يهوديه او مسيحيه او اسلاميه ولكن ان يقتصر الامر على تمويل مؤسسه دون غيرها رغم ان هاتان مؤسستان الازهر والكنيسه يتبعان الدوله وهي مرافق عامه تابعه للدوله فيجب ان تكون يا اما تمول من الدوله بصفه حياديه او على الاقل لا تمول تمول من تبعيه واذا قلنا ولهذا ولذاك فان على الاقل يستفيد بهذه الخدمات مين؟ الشعب جميع وليس فئه معينه من الشعب. او اعلان جامعه الازهر جامعه خاصه زي اي جامعه نعم جامعة جامعة في صحيح صح او اعلانها خاصه في هذه الحالة يتم تمويلها من الطلبة نفسهم. بالظبط. من الدارسين. فبالتالي من يريد أن يدرس يدرس بالمجان. يعني الطالب بيدفع 100 ألف جنيه في الجامعات الخاصة و200 ألف وصل الأمر إلى نص مليون جنيه سنويًا في الجامعات الخاصة. يدفع هذا المبلغ فعلًا الطالب الذي يريد تعليمًا دينيًا خاصًا ولا يشاركه الطالب المسيحي وهذا حقه على فكرة. يعني إذا قلنا الدراسة في الأزهر افترضنا يعني بمصروفات تصل إلى 100 ألف جنيه سنويًا. يدفعها الطلبة ويحصل عليها المدرسون. وكلهم من المسلمين وهذا حقهم لكن اما ان يدفع الطالب المسيحي هو واسرته تمو... دراسة سنويه في النهايه لا يستفيد منها فهذا هو يعني ده مش لا يستفيد ده هو ممدوح. هو ده حدث تمييزي برضه يا استاذ ممدوح طبعاً. طبعا يعني هو ده تمييز يعني. تمييز واضح يعني تمييز واضح ولذلك المندوب المصري عندما يرد على جميع اسئلتنا ياتي عند هذه النقطه ولا يرد عليها ابدا مطلقا انا بشعر بالحرج طبعا هو فيه يعني هيقول ايه هيقول مش تمييز يعني هيقول ايه هو دائما على الظلم ان هذه كليات رغم انها كليات مدنيه ولكنها ايضا بتنشر العلم خارج خارج مصر في الدول العربيه وبتعطي العلوم شرعيه <applause> لخريج الدكتور متدين المتدين والمهندس والزراع المتدين والزراعي المتدين والتجاري المتدين وللاسف يعني ما يعني ما المجتمع لازم يستفيد بيهم في الاخر يعني والدين عند دخولي في العلم وفي الحاجات دي كلها دايما بيبطأ مسيره العلم والتقدم العلمي اللي موجود ودي حاجه برضو بنأسف ليها. استاذ ممدوح بنشكرك شكرا جزيلا وبنتمنى ليك التوفيق في كل ما تعمله انت والمصريين المحبوبين لاجل خير مصر جميعها بمسلميها وأخباطها شكرا ليك شكرا, شكراً جزيلاً, جزيلا استاذ ممدوح. شكرا جزيلا ربنا يخليك. آه نقابه العمال الاسرائيليه و آه يعني بعد ما لقوا ست جثث في وهم بينقذوا آه واحد من عرب اسرائيل آه راجل اسمه فرحان لقوا على مقربه منه في ست جثث طبعا عرفوهم بالدي ان ايه ونقلوهم وفي آه وسط آه مراسم الدفن والحاجات دي كلها دعوا الى اضراب عام هيتم بكره في المطار وأيضا في نقابة العمال ضغط على الحكومة الإسرائيلية علشان تبتدي تستجيب لمطالب حماس علشان الـ 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 نشوف الخبر بيقول إيه كده؟ نقابة العمال الإسرائيلية، لأ دي الانتخابات سيبها دلوقتي, دلوقتي فرست ترامب دي بعدين، خلينا نقابة العمال الإسرائيلية نقابة العمال الإسرائيلية ندعو للإضراب الشامل وغدا سيتوقف اقتصاد إسرائيل ده الخبر بتاريخ النهاردة وحضرتك دي صورة أرشيفية للمظاهرات تحدث في إسرائيل لكن دي برضو عند وداع الست محتجزين اللي هم كانوا استلمتهم جثث إسرائيل أو جابتهم من غزة جوس. أعلنت هيئة عائلات المحتجزين الإسرائيليين أن نقابة العمال أخذت قرارا أخلاقيا بالدعوة للإضراب الشامل وأكدت نقابة العمال الإسرائيلية الهست أن مطار بنجوريون سيتوقف عن العمل بشكل كامل غدا مشيرة إلى أن صفقة المحتجزين لا تتقدم لأسباب سياسية ومن الغد سيتوقف الاقتصاد بإسرائيل. قالت نقابة العمال الإسرائيلية نحن نتلقى جثثا بدل صفقة تبادل لذا يجب استعادة إسرائيل حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها. ويواصل الاحتلال الاسرائيلي عدوانه المكثف وغير المسبوق على قطاع غزه جوا وبرا وبحرا مخلفا الاف الشهداء والجرحى معظمهم من الاطفال والنساء ولا يزال الاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الانقاض بسبب تواصل القصف وخطوره الاوضاع الميدانيه فى ظل حصار خانق للقطاع وقيود مشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية هم هيضغطوا من الداخل الإسرائيلي على أساس المفاوضات المفاوضات بيعلن عنها رئيس الوزراء ووزير الدفاع إن حماس متعندة لإجراء المفاوضات وده الجديد آه لما انت عايز تفرض شروطك وانت يعني بهذه الهزيمه وتحت السيطره العسكريه اعتقد يعني هتبقى مبالغ فيها وبيقولوا ان يحيى السنوار ابتدى يتجول في غزه وبيتحرك ما جايز او جايز لا او جايز بروباجندا من الاعلانات لكن هو في الاخر لم يتم الاتصال الى هدنه سواء في مصر او في قطر في هذا الشان نرجو ان الحرب دي تتوقف فعلا عشان خاطر المدنيين اما حماس فاسرائيل برضو من الذين ساهموا في وجود حماس فبتدفع الثمن آه طبيعي يعني زي ما دفع الثمن مصر وهي ساهمت في وجود حماس وكان الارهاب في سينا من حماس ودفعنا الثمن ولادنا ودم ولادنا اللي المصريين بيضحك عليهم باسم الدين ويستقبلوا العدو كأنه منتصر حماس عدو لأبنائنا كانوا في مصر لأبنائنا من الصعقة والجنود المصريين كانوا أعداء ليهم وكانوا بيقتلوهم حماس إرهابية بحكم محكمة مصرية الإعلام مش قادر على السوشيال ميديا السوشيال ميديا مخترق من الإخوان والسلفيين واصحاب الرجعيات الدينيه التي يعني اي حاجه فيها اسلام يبقى هما صح انت بتقول مش عارف ايه على راي الفيلم بتاع انت اللي قتلت بابايا بتاع شويكار مش ممكن يعني يعني مش ممكن يبقى فيه سذاجه الرجعيه الى هذا الحد انك تقبل العدو على انه صديق وتدافع عنه لا ما بيحصلش الحكومة المصرية حكومة عاقلة هي بتدافع عن الشعب الفلسطيني الممثل للشعب الفلسطيني في غزة حماس أهلا وسهلا وتعالوا تفاوضوا لكن لا تتفاوض باسمهم ولا تقول رايا هي بتحاول تقرب وجهات النظر كارض محايده وتحيه لمصر في هذا الشان لكن في الاخر السوشيال ميديا ما ياخدش هذا القرار لان مصر مع حماس لا مصر مش مع حماس مصر مع الشعب الفلسطيني مصر مع تقرير سلام للشعب الفلسطيني مصر مع اقامه دوله فلسطين لكن مش مع اقامه دوله حماس. مش مع اقامه ارهاب. الناس تفهم. الرد بقى الاسرائيلي على هذه قالوا احنا عرضنا على حماس، نتنياهو قال ماشي هتقول لي نتنياهو بيقول من عنده. الاتفاقيات اللي هم موجوده دي اللي موجوده في مصر وقطر ومش قادرين يوصلوا لاتفاقيات، يعني. معناها ايه؟ معناها تعنت حماس في حاجات معينه، خروج وخروج و... و... انت عايز تخرج يعني عايز بتقول لاسرائيل وهي محتله غزه دلوقتي اخرجي من غزه واخرجي من اسرائيل وغوري في دا... م... م... حد بيقول كده؟ حد لا يعلن ان هو يقولك انا مش معترف بدوله اسرائيل، انت مين اساسا؟ انت ايه؟ يعني الممثل الفلسطينيين في اوسلو وقال إن في اعتراف متبادل بالدولتين حلو لم يتم حتى على أرض الواقع مش معناه إنك انت ب يعني بسحبك للكلام انت كده خلاص يعني مش معترف بالآخر لا ده الاعتراف بعدم الآخر ده ليه رجعية دينية وبتستخدم للناس وللأسف بقت عداوة آه في الفضاء يعني عداوة في الخيال مش في الواقع عدوك في الواقع هو من يؤذيك من يحاول ان ياخذ منك الفرص يعني نحكمك نقتلك ودي كانت يعني معروفه قوي من السنه اللي حكم فيها الاخوان ودعيوا الى انتخابات مبكره لتصحيح مسار المصريين فقط ورفضوا رفضوا انتخابات مبكره وقال لك احنا قاعدين على قلوب المصريين 500 سنه ده فين ده؟ انت ما ما بترجعش لل... لل... لل للأحداث السابقة وتشوف ايه اللي حصل والحفاظ على الخاطفين والمخطوفين. ايه؟ مش شايف الاعتداء على السجون المصرية وتخريج المجرمين وبتوع حماس وبتوع مش عارف مين ويعني الاعتداء على الأمن الوطني وأكبر قوة أمنية في مصر. وكانوا عايزين يعتدوا كمان على الجيش. ايه؟ ما اه في في متطلبات الحكومه المصريه انت ما انتش في موافقه في كل القرارات اه ممكن نقول في في تضخم حلو في زياده اسعار اه في كساد في العمل وسوق العمل اوكي ده خلافات داخليه بينك وبين الحكومه لكن لما تدخل فيها الرجعيه ولما تدخل فيها مصير البلد ومصير الدوله انت كده بتلعب بالنار طبعا هم مش كتار بس بيبانوا انهم كتار على السوشيال ميديا. العقلاء كثيرون في مصر. لكن ال 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 الشياطين قليلين لكن ليهم حركه على السوشيال ميديا. ويكاد يكررونها وهي نفس النغمه ونفس ال ال الكلام اللي, اللي ملوش معنى. في ناس بسطه جدا وغير مطلعين وممكن يتاثروا بالكلام ده لكن هو في الاخر لازم تقول ان حماس ليست دوله للتفاوض يعني انت حصل قلاقل في الضفه اعلنوا ان في بؤر في اسلحه ثقيله موجوده في الضفه وفي بؤر موجوده من حماس اتنقلت من غزه الى الضفه أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن هذه البؤر يجب القبض عليها ويجب نزع السلاح بتاعها. هو مش سلاح عادي. هو صواريخ وأربجيه وقنابل والاستعداد لعمل حركات إرهابية. عايز أقول لك أن السلطة الفلسطينية متعاونة مع الشرطة الفلسطينية السلطة الفلسطينية متعاونة بشرطتها الفلسطينية للقبض على اي مجرم. لو انت عايز تبقى دولة انت بتخبي ارهابي جوه ليه؟ وهو ما ادركه الفلسطينيون في الضفة الغربية. عايز تبقى دولة مخبي الارهاب عندك ليه؟ صدام خبى الارهابيين عنده، عمل ايه؟ فقد الدولة. افغانستان خبوا الارهابيين فقدوا الدولة. ولو انها رجعت تاني تبقى دوله ارهابيه معاديه بس هي محدوده. ايران بالرجعيه الدينيه بعد ما كانت من اسس الصناعه في الشرق الاوسط ومنافس قوي لتركيا وشرق اوروبا نزلت راحت فين؟ بتدور على القنبله الذريه علشان يبقى لها كلمه بالمرجعيه الدينيه. العالم يرفض المرجعيات الدينيه في المعاملات السياسيه ولكنه يتعامل معها لحين تغييرها انت ايه اللي يخليك ترجع لرجعيه دينيه يعني حتى مصر كانت دوله علمانيه قبل 52 وبعد 52 ادعوا العلمانية لكنه هياش علمانية على طول الخط حسن مبارك كان يتشدخ بكلمة مصر علمانية والتمسك بعلمانية الدولة ولم يكن علمانيا على الإطلاق جايز فيه جزء من, 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 ثقافته ليبرالي وهو يعني أنا ماليش اعتراض على شخصيته ولا سياسته جايز وقتها كانت هي دي الأنسب يعني لكن هو في الآخر كان بيقول علمانية الدولة ما قالش دينيه الدولة. وكان يسأل عن الأقباط كثيرًا ويقول مفيش فرق. وكان لا يقتنع بأن أن في تمييز عنده في البلد. هو مقتنع بكده، هو كان بيجاوب بكده عن عن قناعات، مفيش تمييز، مش عنديش. زي ما السادات يقول لك أنا ما عنديش فتنة طائفية، وهو البلد خربانة. ففي ناس بتنكر الوجود لكن في الآخر آه موجودة. الرئيس السيسي بيتعامل معها وبذكاء. وبانسانية. وبمصرية خالصة. التغيير حصل؟ حصل جزء تغيير كبير. طبعا حصل. لكن لسه ما وصلناش إلى المواطنة الكاملة. ونتمنى أن نصل إليها. بدعاوي من الحكومة والرئيس وغيره 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 وإنه يبقى على أرض الواقع يبقى واقع فعلي في ناس شايفين إن الدولة المدنية أن تطبق بإزالة الرجعيات الدينية إزالتها من فين من المناهج التعليمية من التعليم في المدارس من الإعلام من وزارة الثقافة من, من من الإعلام باينة يعني اي رجعيه دينيه خلاص خليها محدوده في مكانها لغايه لما تاكل نفسها اي رجعيه دينيه واعتمد على الوطني اعتمد على المواطن اعتمد على تعليم المواطن اعتمد على ثقافه المواطن اعتمد على اغناء المواطن اعتمد على تغيير حال المواطن وده شيء لازم كلنا نتجه اليه طيب الرد بقى من اسرائيل على حماس في اعتراض نائب مصري في مجلس النواب المصري تعالوا نشوف الخبر كده وده نشوفه معناه ايه يعني بنحلل نشوف ايه المعاني فالنائب حازم الجندي بيقول تعيين حاكم عسكري لغزة اعلان اسرائيل اعادة احتلال القطاع النائب حازم الجندي بيقول تعيين حاكم عسكري لغزة اعلان اسرائيلي باعاده احتلال القطاع الخبر بتاريخ النهارده لحد 1 سبتمبر نقرا الخبر مع بعض ونحلل ونشوف إيه اسرائيل بترد على تعنت حماس او هي المتعنت يعني نشوف اني واحد في متعند وده النائب حازم الجندي من النواب آه المصريين بيقول ايه الخبر بتاريخ النهارده زي ما قلت لحد 1 سبتمبر 24 بيقول تعيين حاكم عسكري لاسرائيل حاكم عسكري لغزه معناه احتلال اسرائيلي لغزه وكتبت ايمان علي اكد المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئه العليا بحزب الوفد ان اعلان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو تعيين حاكم عسكري لغزه يبعث بعده رسايل اهمها غلق باب المفاوضات ورفض اسرائيل لاي اتفاقيات تستهدف وقف اطلاق النار ولو كان ذلك على حساب مقتل الرهائن والمحتجزين مشيرا الى ان هذه الخطوه تعني اعلان اسرائيل احتلال قطاع غزه مره اخرى العوده الى 6 يونيو 67 5 يونيو كان لاحتلال غزه والضفه وسينا دلوقتي إسرائيل بتعود بهذه الذاكرة فقط من أجل غزة ل 6 يونيو 67 بتعيين حاكم عسكري لقطاع غزة حاكم عسكري إسرائيلي طيب الكلام ده حصل ليه؟ إنها ماضية في حربها لا إنسانية على القطاع ولا اندلعت في أكتوبر الماضي بعد الحرب اللا إنسانية اللي عملتها حماس على المواطن الإسرائيلي بتعلن حرب لا إنسانية إسرائيل على غزة يعني على كل فعل رد فعل وهذا ليس دفاعا عن إسرائيل ولا لسياسة إسرائيل ولكن هي دي مبررها قدام العالم كله ولازم نذكره كل مرة علشان نقول إسرائيل بهذه الحجة الدولية بتاخد تفويض من العالم القوي والدول القويه بانها تدافع عن نفسها زي ما قالت كاميلا هارس قال الجندي ان نتنياهو يحاول اطاله امد الحرب من اجل الحفاظ على مستقبله السياسي نتنياهو يا اخواننا قاعد من سنه 90 حاجه و90 ده له كام سنه في الكلام ده 25 سنه بالديمقراطيه والاختيار كل مره يلجأوا لنتنياهو لانه سياسي بالنسبه لهم سياسي مخضرم سياسي بيعرف يوازن لكن هو مش عاجبهم في موضوع الرهائن، هو موضوع الرهائن تفتكروا لو بنيامين نتنياهو حب عايز يرجع الرهائن، هيقدر يرجعهم؟ أنا أقول لكم لأ. أن الرهائن هو المكسب الحقيقي لحماس، مش للشعب الفلسطيني. لحماس، للوجود الحمساوي. عايزين يضمنوا وجودهم قصاد الرهائن. وما هو ما لا يمكن أن يتم في صفقة، ما أقدرش أضمن وجودك إزاي؟ مش هينفع عايز يضمن وجوده في الساحة السياسية والقيادية لغزة رغم ان غزة بقت كوم تراب زي المثل المصري يخربها ويقعد على تلها بس انا القائد انا القوي انا اللي هحكم انا اللي هدير اسرائيل مش عاجبها الحال مش علشان الفلسطينيين لا علشان حماس لا يثق فيها بعد 7 اكتوبر ما فيش ثقه فقدت الثقه في الحكومه الاسرائيليه وحتى الشعب الاسرائيلي هو كل اللي بيعملوا مظاهرات هم اهالي واقرباء وبعض الناس المتعاطفين مع الرهائن اسر الرهائن تعيين حاكم عسكري لغزه معناه احتلال كامل لغز تغيير وضع سياسي كان من المفترض إنه يبقى مستحيل لاسرائيل قدمته حماس على طبق من فضة للحكومة الاسرائيلية سواء بقى تقول هي متعاطفة مع مش متعاطفة مع الفلسطينيين عايزة تنهي القضية الفلسطينية قول اللي انت عايزه انا موافق قول اللي انت عايزه على الحكومة الاسرائيلية انت حر معاها لكن مين اللي قدم غزة على طبق من فضة وطبق من ذهب كمان مش من فضة لإسرائيل حماس حماس وليس الشعب الفلسطيني لأن يعني الشعب الفلسطيني مقهور بالسلاح محكوم بقوانين قبلية رجعية لا يمكن أن يقوم له قائم أو حكومة تانية أو بديلة أو غيره والرجعية الدينية هداه من أوله الأخر طيب الحاكم العسكري ده هيعمل إيه؟ في غزة. حاكم يا أخوانا عسكري. انتشار الجيش وقوات الجيش ويعين. المدينة دي ليها الحاكم الفلاني، المدينة دي ليها القائد الفلاني وهكذا. شكرا. هيعيد اعمار غزه الحاكم العسكري هياكل الفلسطينيين ويشغلهم ونشوف مصالحهم نروح لامريكا ونشتكي كاميلا هاريس لما تبقى في السنين القادمه هنحل الموقف اسرائيل بتدافع عن نفسها ده راي الديمقراطيين طيب الحل الحل في ايد الشعب الفلسطيني وليس مع غيره اعلنتها مصر واعلنتها السعوديه واعلنتها الامارات واعلنتها كل الدول المحترمه الحل مع الفلسطينيين هل مصر تطالب بحق الفلسطينيين او تطالب معنويا لكن هم بيتفاوضوا عن نفسهم هم بيعلنوا عن رايهم. هو في المفاوضات بس حماس، لكن طب ما في في السلطه الفلسطينيه بتيجي مصر. طب اجتماع الفصائل الفلسطينيه في الصين وباء الى الفشل، معناه ايه؟ ما تقرا بين السطور وتشوف. الفلسطينيين اجتمعوا في الصين، الصين حبت تجمعهم. ها كونوا راي. لم يكونوا رايا واحدا، ولم يتفقوا. دخول العلمانيين الفلسطينيين اللي كانوا موجودين في امريكا وموافقين من الاتحاد الاوروبي هتعمل معاهم ايه؟ هتحاربهم بالرجعيه الدينيه وتقول خونه من الاول وهو هتخليهم يقعدوا في المفاوضات هتقعد انت بالرجعيه بتاعتك هتصل لايه؟ هتعمل ايه؟ هتهد الضفه زي ما هديت غزه بتسلم للاسرائيليين كل الاراضي الفلسطينيه بتبيع القضيه الفلسطينيه لصالح مين يعني اللي انت بتعمله برجعتك الدينيه ده لصالح مين انا بفكر لو انا فلسطيني طيب يعني الجهاد هو الحل طب وبعدين طب مش نافع ما عنديش حاجه ادافع بيها ما عنديش حاجة أقاوم بيها عايز أبني نفسي الأول لا مش من حقك أنت تسمع الأوامر آه وتطيع ولم لم تطيع مفيش حل تاني تيجي فوق العمارات زي ما لم السلطة الفلسطينية أو يتضربوا بالنار زي ما في ناس حاولت تاخد حاجة من الحافلات المساعدات اللي جاية ببلاش وتضربوا بالنار من حماس ده ليس ان الاسرائيليين ملايكه، انا ما بدافعش عن اسرائيل، لا اسرائيل يعني في قتلها للمدنيين حدث ولا حرج، ادانه كامله. ولا اعطيها عذرا لقتل المدنيين، ماليش دعوه، هي تحل مشكلتها مع حماس تحلها ازاي انا ماليش دعوه، عندها استخبارات عندها اي حاجه عندها دوله كامله. لكن المدنيين ما يدفعوش ازاي معرفش انت على حسب امكانياتك ما تدينيش عذر لقتل مدني ملوش ذنب لا لا الأعذار اعذار مفيش اعذار هتقول لي المستخبيين في الأمن ماليش دعوه انت خطتك ايه انت هتعمل ايه قتل المدنيين مدان من الامم المتحده ومن مجلس الامن ومن اي دول ليها قيم ايات لمدنيين مدان لا يمكن حد يوافق على ده من هنا او من هنا الاعتداء من حماس على المدنيين الاسرائيليين مرفوض ومدان وقالوا الحكومه المصريه قالته الحكومه السعوديه قالت, قالت نرفض نرفض التعدي على اي مدنيين في اي حته وبالتالي نرفض الاعتداء على المدنيين الفلسطينيين. والا لو انت بتؤيد الاعتداء على المدنيين الاسرائيليين والكلب مكيالين طب اشرب. مش هقول لك لا انت غير عادل، هقول لك اشرب اشرب الاراء لان هو بالكيل الذي تكيلونه يكل لكم ويزاد. ده قانون الهي. اما انك تكون عادل وقضيتك عادلة وإما إنك إنك تضيع القضية قضية فلسطين قضية سياسية اجتماعية إنسانية هتحل على هذا الأساس ممكن إنك تجد حل هتقول لي خمسة في المية عشرة في المية نسبة لكن على الرجعية الدينية ليس لها أي حل لأن معناها أنا أو الآخر يا انا يا فما فيش تفاوض ما فيش معادله معادله صفريه وهذا ما لا نتمناه للشعب الفلسطيني طيب موضوع تعيين حاكم عسكري بصراحه غزني يعني يعني غزه كانت تحت الحكم الفلسطيني حتى لو حماس ما مش حكم فلسطيني مش في حماس زول فلسطينيين اه طيب وكانوا يحكموه وبيديروه وفجاه فقدوا السيطره على عقلهم وعملوا عمليه مجنونه لصالح ايران الله انت قبل ما تعملها مش تفكر انت هتستفيد منها ايه؟ انت مع عدو شرس وقوته قدك اضعاف واضعاف وعارف ان اساليبه هياخد الحماية الدولية قبل ان يعمل اي عمل عسكري انت عارف ده والمفاوضات وقفت اه ماشي ممكن نمشيها باي حاجة تانية بالدول بامريكا بان يبقى في تكوين لشبه دولة علشان بعد كده تعلن انها دولة بالاقتصاديات والممارسات السياسية اعمل شبه الدولة انت عملت دولة رجعية قبيلة رجعية بالسلاح وخلاص وقسمت الاثنين واللي مش موافق نضربه بالنار ودول المهاجرين قال المهاجرين قالوا بتصريح من ابو مرزوق ده اللي قال ان كل اللي موجودين في غزة ايه مهاجرين دول مين مسؤوليتهم الامم المتحدة وما انت بتعمل ايه في غزة انت كحكومة حمسوية او بتدعي ده يعني انت كنت بتعمل ايه في غزة لما هم تبع الامم المتحدة آه إحنا نحكم هنا والمصادر كلها تيجي من خلالنا وبعدين نبتدي إحنا نوزع توزعوا فين وإمتى وليه وعلى مين وفين الهيكل الإداري اللي ممكن تحكم بيه قطاع فيه اتنين مليون ونص مفيش مفيش كل حاجة تسأل عليها مفيش 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 طب وبعدين وبعدين الموقف متأزم لعل وعسى الضغوط الإسرائيلية اللي من جوه دي ب... احنا بنتمناها إن تنجح ان نتنياهو يقبل اه... اي تفاوض لقصاد الرهائن بوقف هذا او هذه الحرب يا رب يعني تعال نشوف روسيا الاماكن المشتعله كثيره جدا في ايام الديمقراط ربنا يسترها روسيا روسيا بتعلن ليس لدينا اي خطط لمهاجمه الناتو ده من امتى ان شاء الله يعني التصريح ده من امتى ده من الاول بنهدد هتخشوا هنعمل سلاح نووي هنهدد اوروبا هنمنع الغاز هنمنع البترول منعت الغاز حصل حاجه امريكا ضخت الغاز وايطاليا بقت المركز الرئيسي لتوزيع الغاز في اوروبا دوله استفادت زي ايطاليا وامريكا وايضا الاوروبيين جالهم الجاز بغالي شويه وفي شويه تضخم لكن جالهم ستريم 1 وستريم 2 اللي هي الانابيب المؤديه بالغاز الى اوروبا تقريبا وقفت يعني اوروبا وقفت ما وقفتش في اساطيل امريكيه وفي الغاز اللي موجود في الجزائر واللي موجود في بعض الحقول في بحر الابيض المتوسط واللي في اليونان بيضخ الى ايطاليا وايطاليا بتوزع على اوروبا كلها ما هي دوله وسيط لتخزين الغاز واعاده تدوير في اوروبا تسويقه يعني وعدت مرحله ان روسيا بتهدد اوروبا بقطع الغاز طيب هو بيقول ليس لدينا اي خطط لمهاجمه الناتو ليه بقى تعالوا نقرا الخبر ونعرف ليه الخبر مكتوب النهاردة بيوم الأحد 1 سبتمبر بعد تصريحات من ألمانيا والصورة أرشيفية طبعا لما يحدث في اجتماعات دول حلف الأطلنطي أكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو ليس لديها خطط لمهاجمة أراضي دول حلف شمال الأطلسي الناتو مشيرة إلى أن مسؤولين عسكريين المان وهنا بقى تحت المان نحط 80 الف خط رفيعي المستوى يعتقدون ان روسيا قد تهاجم اراضي الناتو في السنوات الخمس الى السبع المقبله وقالت الوزاره في بيان صحفي اوردته وكاله انباء سبوتنيك الروسيه في تعليقها على بناء قاعده عسكريه في ليتوانيا حيث سيتمركز جنود الجيش الالماني إن زيادة النشاط والإمكانات العسكرية لحلف شمال الأطلسي والدول الأعضاء فيه بالقرب من الحدود الروسية أمر استفزازي، وهذا ينطبق أيضاً على النشر نشر المخطط للواء من الجيش الألماني على الأراضي الليتوانية حيث يتم بناء قواعد عسكرية من أجله، وأشارت إلى أن ألمانيا تصف نشر قواتها في ليتوانيا بأنه قرار تاريخي، موضحة أن أول أفراد عسكريين وصلوا في شهر أبريل الماضي، ومن المقرر الإعلان عن التنشيط الرسمي للواء الألماني اللي هيبقى في ليتوانيا في عام عام إيه؟ 25، فاضل شهور على هذا العام، وألماني بينشئ جيش الماني في ليتوانيا باسلحه متطوره للغايه ها روسيا بتخسر ولا بتخسرش بتخسر كسبت ايه من اوكرانيا ولا حاجه الموضوع الان روسيا ضربت اف 16 ده المصريين ضربوها في 73 يا راجل أو اف 15 في 73 الفانتوم يعني. المصريين السلاح الروسي الغير متطور واللي كان بيستخدم في الحرب العالمية الثانية سام ثلاثة وسام آآ آآ الأسلحة اللي هي مضادة للطيران وكنا عاملين دفاعات جوية والبركة طبعاً في سيادة المشير محمد علي فهمي ربنا يرحمه. اصطدنا الفانتوم التطور بتاعها اف 16. لما روسيا تعلن في 24 انها دمرت طياره اف 16 لا ده كتير قوي علينا يعني يعني ده كتير قوي علينا يعني يعني ما حدش يكسب الحرب تدمير طياره ولا دبابه ولا عربيه ولا والحرب لن تضع اوذارها لان بوتين في دماغه اعاده الامبراطوريه الروسيه القديمه هو كده بيعيد الامبراطوريه الروسيه القديمه؟ كورسك احتلتها اوكرانيا. مات فيها بعض الظباط والعسكريين لكن هم موجودين على الاراضي. بيقول لك روسيا تتقدم في طب ودونسك، دونسك اه احتلتها روسيا ومتمركزه فيه بقى روسيا بتروح كده واوكرانيا بتروح لها من الناحيه الثانيه. اوكرانيا بدات تهاجم الاراضي الروسيه. هل في اوكرانيا كان في جيش قوي؟ لا. امال ايه اللي حصل؟ والمانيا طبعا لازم ت... يعني المانيا الان ليست ضعيفه. المانيا قوه اقتصاديه رائعه وكبيره جدا، وقوه صناعيه لا يمكن انها ترجع للخلف مره ثانيه. فبتعمل ايه مع النيتو؟ راحت في ليتوانيا وقالت انا هجهز لواء، لواء على اعلى مستوى يعني. وفرنسا هكذا، وكل دول الاتحاد الاوروبي هكذا. يبقى اللي بيحيط آه روسيا ايه؟ النيتو، لانهم خايفين منه. انت بتفقد قوتك العظمى واحدة واحدة. هذا الكلام انا طبعا لا اتمنى لروسيا. روسيا دولة عظمى رقم اثنين وليس رقم واحد. ولا في اي معطيات ولا مؤشرات تخليها رقم ثلاثة حتى لان هو رقم واحد في الاقتصاد امريكا رقم اثنين الاتحاد الاوروبي رقم ثلاثة الصين انت بقى نقي خد بقى من الاربعة العشرة كنت رقم اثنين انت مرضتش برقم اثنين نزلت الصين عدتك عايز تروح فين؟ يعني نشكر ربنا انك انت رقم اربعه وممكن تبقى مشارك في رقم ثلاثه مكرر اللي ما يرضاش بالعنب يرضى بشرابه وانت حر في الاخر يعني روسيا نصلي من اجل روسيا وان ربنا يهديها اقتصاد روسيا مازال اه يعني مش متقهقر قوي بسبب الحرب لان الخيرات كثيره في روسيا والاراضي كثيره ورغما عن هذا هي عايزه اوكرانيا مش عارف تعمل بيها ايه يعني اوكرانيا دي منزوعه السلاح اساسا هي بس فيها شويه قمح وروسيا من اولى دول العالم في انتاج القمح ما اعتقدش يعني ان هم ممكن بالتعاون هم الاثنين ياخدوا سوق القمح او تلت سوق القمح لانه هو كندا منتجه للقمح امريكا منتجه للقمح واستراليا منتجه للقمح ايضا اغلى شويه من الدول دي وعشان كده الدول العالم التالت بتدفع ثمن باهظ شويه في استيراد القمح لان خلاص مفيش زراعات في اوكرانيا وما في روسيا تصدير زي الاول وحضرتك شايف ان في عجز في السوق عموما فبيضطروا يلجاوا الى القمح في فرنسا، القمح في كندا، القمح في امريكا، القمح في استراليا وارقامه عاليه شويه. لكن هيشتروه يعني. واوكرانيا وروسيا الاثنين بيفقدوا السوق معا يعني. احنا نصلي دايما ان ربنا يهدي روسيا واوكرانيا الى التفاوض ولا حل الا التفاوض ونتيجه الحرب تعرفها امتى بعد التفاوض وكل واحد بيستجيب لشروط الاخر حرب 73 عرفنا ان مصر منتصره امتى مش في 73 في 77 بعد اتفاقيه السلام وان اسرائيل قبلت تسيب سينا بالكامل رح احنا خدناهم 10 20 كيلو قدام هذه الحرب لانها في هذه الحرب اسرائيل فقدت توازنها هذه الحرب نفتخر بيها كمصريين لانها عادت لنا كرامتنا وعادت قدره المصريين على انهم ياخدوا قرار زي الحرب وينجحوا فيه دفعنا الثمن كتير 56 و 67 واستنزافه في 73 دماء كثيرة أريقت مش في 73 في استنزافه 67 لكن وصلنا إلى أن احنا ردينا كرامتنا كمصريين واستعدنا سيناء بالكامل وهي دي النتيجة الفعلية لحرب أكتوبر 73 يعني الحرب بين روسيا واوكرانيا يجب انهم يقعدوا على ترابيس المفاوضات ويحلوا الازمه اللي بينهم والسياسه تحل محل الحرب لكن شفية الدماغ وانا الاول انا الامبراطور وبيتهم الغرب وبيتهم امريكا انهم امبراطوريات كاذبه امال حضرتك ايه هم امبراطوريات كاذبه وقالوا احنا هندعم اوكرانيا بكل ما اوتينا من قوه بالسلاح وهي بتحارب عننا بالوكاله حلو وعن الناتو ماشي يا حضرتك عملت ايه؟ لم تحتل اوكرانيا كما زعمت في سبع ساعات ولا عشر ساعات حتى الان اوكرانيا تحاربك وهي مش قدك في القوه لكن بالسلاح الغربي المتفوق هي بقت حضرتك مالكش مكان الا ترابيزه المفاوضات. وليس اجبارا، لكن هو كل التاريخ بيؤدي لده. بعد الحرب العالميه الاولى قعدوا على ترابيزه المفاوضات، بعد الحرب العالميه الثانيه قعدوا على ترابيزه المفاوضات، بعد حرب مصر واسرائيل في 73 قعدوا على ترابيزه المفاوضات، اي حرب لازم تبقى بدايه لحل سياسي وليست الحرب الى المنتهى. يعني الحرب الدائره في السودان اللي هجيب سيرتها بعد كده دي ليست حرب علشان يقعدوا على الاطراف مع بعض مش قادرين يقعدوا هم وعايز واحد ينهي التاني فيعني السودان هتبقى كلها ميليشيات مسلحه ومين تبع مين وفي الاخر بيضيع الشعب السوداني ليبيا الان داخله على مرحله خطيره جدا بالتفكك بعد ما اتموا شويه من التقدم السياسي الى ان طرد مدير البنك المركزي او رئيس البنك المركزي الليبي وخوفا على حياته دي معناها ان الحرب القبليه بدأت في ليبيا يعني رئيس اكبر اكبر مؤسسه ماليه لما يسيبها ويهرب وخوفا على حياته معناها انهم داخلين على على مشكله يعني روسيا ما عليها الا ان تجلس في المفاوضات ودايما الاتحاد الاوروبي وامريكا وليس في هذا الوقت يعني يمكن يدعوها للمفاوضات لو كان لينا نصيب يعني ان ترامب ممكن ان هو ياخد الرئاسه اعتقد ان هو قادر على اقناع بوتين بالحل ولكن هذا الحل لا يرضي الحزب الديمقراطي وبيقول من دلوقتي ان ترامب هيتنازل لبوتين يعني هو ترامب لسه ما خدش الرئاسه وعمره ما تنازل لبوتين ولا حاجه خالص ولا قال على الرئيس زيلينسكي ان هو بوتين يعني زي ما بايدن قال يعني ما قالش كده روسيا ندعو ان ربنا يهدي روسيا ويحل ازمه الحرب لان الحرب دي مأثره فعلا على اوروبا ومأثره على الشرق الاوسط بتأثير سلبي رهيب الشكل تضخمات والحاجات اللي حضراتكم تسمعوا عنها والأرقام الخيالية اللي بتهدر في هذه الحرب من إنتاجية سواء روسيا أو أوكرانيا نيجي للسودان الشقيقة والحزن العامل على السودان في كمان في سد سد صغير اه بس طبعا غرق بلد بحالها وفي قتلة وفي في موتى يعني وفي وفي امراض وفي عدم اعتناء بالاطفال وفي ناس اتشردت في عشرة مليون سوداني مش عارفين راحوا فين عشرة مليون مواطن سوداني اغلبهم يعني راح لمصر يعني. السودان والحرب في السودان منذ 500 يوم تعالوا مع بعض نشوف المقال ده احنا قدامنا ربع ساعه عايزين نخلص موضوع السودان الحرب في السودان تخطت ال 500 يوم المأساة مزقت أوصال السودانيين بإجبار 10 ملايين على النزوح الداخلي والخارجي وسقوط 150 ألف مدني فقامت الأوبئة والجوع وسط فشل آخر, آخر المحاولات الأممية لوقف الاقتتال الخبر بتاريخ النهاردة والصورة أرشيفية على طبعا اللي راكب عربية ده هو الدعم السريع الحرب في السودان وكتبت إسراء أحمد فؤاد لليوم السابع يشهد السودان منذ 15 إبريل العام الماضي حربا دامية بين القوات المسلحة بقيادة عبد الفتاح برهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو أو دقلو ومعارك ضارية امتدت لأغلب ولايات السودان حصدت أرواح الأبرياء تشير بعض التقديرات إلى أنها تصل إلى 150 ألف 150 ألف ده غير العسكريين وفقا للمبعوث الامريكي الخاص للسودان توم برييلو بينهم ما يصل الى 15000 شخص في الجنينه عاصمه ولايه غرب دارفور وفق خبراء الامم المتحده الأزمة السودانية عقبتها أزمة إنسانية عميقة مزقت أوصال السودانيين بين النازحين في الداخل والخارج حيث سجل السودان قرابة 12 مليون نازح داخل البلاد وخارجها 12 مليون منذ اندلاع المعارك بحسب بيان هيئات نقابيه سودانيه نزح نحو 9 مليون الى مناطق داخليه ولجا اكثر من 3 ملايين شخص لدول دول الجوار زي اثيوبيا ومصر وتشاد ودمرت دمرت الى حد كبير البنيه التحتيه للبلاد التي بات سكانها مهددين بالمجاعه تخيلوا السودان بهذه الاراضي المزروعه والخير اللي ممكن تبقى سله الغذاء للعالم كله تبقى مهدده بالمجاعه من اجل هذه الحرب التي بلا معنى وبلا اي عنوان غير انها ناس عايزه تحكم وتاخذ ثروات البلاد لصالحها فقط لا غير. وبشان الفيضانات قالت منظمه الهجره ان الامطار والسيول الواسعه زادت الطين بله. إذ أدت إلى نزوح أكثر من 20 ألف شخص منذ يونيو الماضي في 11 ولاية من ولايات السودان ال 18 كما جرفت سيول البنية الأساسية الحياتية أو الحيوية مما أدى إلى تعطيل توصيل المساعدات الإنسانية الحيوية بشكل أكبر حذرت من أنه على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة من المتوقع أن يواجه ما يقدر بنحو 25.6 مليون شخص انعدام الامن الغذائي الحاد مع انتشار الصراع وبشان الوضع الصحي اعلنت السلطات الصحيه في السودان عن تفشي وباء الكوليرا الذي اسفر عن وفاه ما لا يقل عن 22 شخص واصابه اكثر من 300 اخرين ده في بدايه يعني لو لو انتشر بعد كده اعتقد اللي هيموتوا ده يبقى أكثر من كده بكتير في الأسابيع الأخيرة من شهر أغسطس أدت الحرب لتدهور الأوضاع الإنسانية بشكل كبير في بلد كان يعاني أصلاً من أزمة اقتصادية طاحنة. حيث حذرت منظمة إنقاذ الطفولة من أن نحو ألف طفل وامرأة بينهم حوامل مهددون بالموت بسبب الجوع. ما لم يتم توفير التمويل العاجل لإنقاذ حياة أو لإنقاذ الحياة هناك. الاستجابه للازمه الهائله في السودان يعاني اكثر من 2.9 مليون طفل في السودان من سوء التغذيه الحاد حسب تقرير مشترك للامم المتحده ووزاره الصحه السودانيه ومنظمات اخرى غير حكوميه بين هؤلاء الاطفال يحتمل ان يعاني اكثر من 100 الف طفل من مضاعفات طبيه مثل الجفاف انخفاض حراره الجسم نقص السكر في الدم الامر الذي يتطلب رعايه مكثفه ومتخصصه في المستشفى للبقاء على قيد الحياة توقعت منظمة التف... إنقاذ الطفولة أن يموت في الأشهر المقبلة حوالي 222 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد وأكثر من 7000 أم ولدنا حديثا إذا لم تتم تلبية احتياجاتهم الغذائية والصحية موضحة أن هذه التوقعات تستند إلى مستويات التمويل الحالية لبرنامج التغذية الطارئة في السودان والذي يغطي في الوقت الحالي 5.5% فقط من إجمالي الاحتياجات في البلاد مقابل 23% العام الماضي حتى اليوم لم تفلح الجهود الدولية في إخماد نيران الحرب وكان آخرها محادثات جنيف في أغسطس الجاري والتي عقدت على مدار عشرة أيام برعايه امريكيه لم تضع اى افق واضح لحل الازمه ولا تزال المعارك الضاريه تحصد المزيد من الضحايا فى ولايات السودان وتتفاقم الماساه الانسانيه مع موسم الفيضان وانتشار الاوبئه وفى ظل فشل المنظومه الصحيه فى الوصول الى كافه السودانيين وسط المعارك معارك السودان بتحصد الارواح الخبر اللي بعد كده نشوف الخبر معارك السودان بتحصد الارواح على مهل وفي اقلاع طائره من الجسر الجوي الكويتي معارك السودان تحصد الارواح 32 قتيل ومصابا في قصف مدفعي كثيف لقوات الدعم السريع على ام درمان. واحتدام المعارك بسنار والقضارف عشرات الوفيات بسوء التغذية وإنذار عطش في بورت سودان بعد انهيار سد أربعات الكلام ده بتاريخ يوم السبت اللي هو مبارح في سد انهار من من القصف ومن معرفش هو انهار فعلا لأنه ضعيف ولا حاجة ولا تم قصفه وتفجيره كتبت اسراء احمد فؤاد تحصد المعارك الدائره في السودان عشرات الارواح يوميا وفي ام درمان اعلنت وزاره الصحه بولايه الخرطوم عن سقوط سبع قتلى و25 جريحا جراء قصف مدفعي نفذته قوات الدعم السريع على عده مناطق في شمال وغرب ام درمان وبحسب صحيفه سودان تريبيا تريبون ذكرت الوزاره ان قوات الدعم السريع استهدفت مناطق في محليه كراري من مواقعها في الخرطوم بحري وجنوب غرب ام درمان مع توسع آه نطاق القصف ليشمل الريف الشمالي لام درمان والمناطق الشماليه الغربيه من المدينه اكد بيان صادر عن وزاره الصحه بولايه القرطوم ان ارفع شوي ومناطق اخرى من ام درمان وشمل القصف وفقا للبيان سوق بئر حماد غربي محليه ام بده الذي يعد السوق الوحيدة في المنطقة ويشهد اكتظاظا بالمدنيين كما شمل القصف سوق بانت بأم درمان والمستشفى الصيني وضاحية الثور أشار البيان أن أن القصف أدى إلى مقتل سبع مدنيين بينهم ثلاث نساء وطفلة وإصابة 25 آخرين بجراح أغلبها بتر في الأطراف وحول الوضع الإنساني في أم درمان كشفت غرفة طوارئ في محلية أم بدة غربي أم درمان بولاية الخرطوم عن 80 حالة حالة إصابة بسوء التغذية منها حالتي وفاة لطفلين بضاحية دار السلام مربع دار السلام مربع واحد وذلك خلال الأسبوع الماضي، وقال عضو في غرفة طوارئ دار السلام السودان تريبيون أن حالتي وفاة لطفلين تبلغ أعمارهم عامين وثلاثة أعوام قد حدثت يومي 21 و25 أغسطس الجاري. أكد عضو الغرفة الذي فضل حجب اسمه زيادة حالات الاشتباه بالكوليرا التي بلغت 30 حالة منها أربع حالات مؤكدة بالفحص المعملي وإضافة إلى أن أغلب الحالات وسط النساء الحوام وأعلن عن تسجيل 60 حالة إصابة بفيروس التهاب العين الملتحمة جراء تدني البيئة وتراكم النفايات في المنطقة وفي بورت السودان العاصمة الإدارية المؤقتة للسودان حضرت تقارير من أزمة مياه خانقة بسبب كارثة انهيار سد أربعات بدت ملامحها شاخصة بفقدان السيطرة على مياه السد المغذي للرئيسي لمياه المدينة مع مصرع وفقدان العشرات في فيضانات بولاية البحر الأحمر لقي العشرات مصرعهم في أحدث موجة أمطار وسيول تسببت في فيضان أودية دمرت سد أربعات ومدينة توكر وأهم ما, هو ما سيرفع عدد الوفيات هذا الخريف إلى أرقام قياسية. حسب آخر إحصائية صادرة عن الدفاع المدني بالسودان فإن الأمطار والسيول تسببت منذ يونيو الماضي في وفاة 148 شخص وإصابة 246 آخرين في 11 ولاية. وفي أعقاب إنهيار سد أربعات هذا الأسبوع بدأ السودانيين في مدينة بور السودان يشعرون بشح المياه أو بشح المياه وسط أنباء تشير إلى احتمال تلوث المياه وأبلغ مواطنون في بورت السودان أن سقاة يبيعون اناء الماء بسعه 30 لتر تقريبا باضعاف سعرها القديم في المدينه المكتظه حاليا الى جانب سكانها بنحو 300 الف من من نزيح الحرب ومن السابق قال مسؤولون في المجلس الاستشاري لشرق السودان في مؤتمر صحفي بورسودان انهم يتوقعون ندره المياه وقال رئيس المجلس عبد الرحمن بالعيد خلال المؤتمر الصحفي رصدنا صهاريج تحمل مياه ملوثه ولمعالجة أزمتي شح وتلوث مياه الشرب ده بالعيد لاستجلاب مصنعين لتحلية المياه ساعة كل منهما خمسين ألف لتر مكعب بأسرع ما يمكن الخبر بيقول إن في سد تهد على بعد من مدينة بورت سودان والحقيقة في قتلة وفي موتى كثيرين والفيضان الفيضانات والسيول بتحصد أرواح السودانيين علاوة على الحرب الحاجه الوحيده اللي عملتها الكويت يعني ما عرفش في دول تانية ساعدت السودان ولا لا بس الكويت الحقيقه عملت جسر جوي لمساعده السودان وبعتت اكتر من 37 طياره والخبر بيقول ان في معونات بتوصل للسودان بس ما اعرفش بتوصل لمين وبتتوزع ازاي لكن اعتقد الكويت ليها سكه مع السودانيين انها توصل لهم هذه المعونات اقلاع طائره من الجسر الجوي الكويتي لاغاثه السودان محمله ب 30 طن من المواد الغذائيه زي ما حضراتكم شايفين المياه غرقت البيوت من فيضانات السودان واعلنت جمعيه الهلال الاحمر الكويتي اقلاع الطائره التاسعه من الجسر الجوي الكويتي في قاعده عبد الله المبارك الجويه الى مطار بورت السودان محمله ب 30 طن من المواد الغذائيه والطبيه لدعم إغاثة واغاثه النازحين في السودان اثر النزاعات المستمره والامطار والسيول هناك وقال المدير الاداري في الجمعيه يوسف المعراج في تصريح اليوم الاحد ان الكويت ستواصل الجسر الاغاثي الى السودان استمرارا لنهجها الانساني وسعيها الى اغاثه المحتاجين والمتضررين جراء الكوارث الطبيعيه والحروب مؤكدا ان هذا التوجه الانساني ياتي تنفيذا لتوجيهات القياده السياسيه الكويتيه باغاثه المتضررين حول العالم وتجسيدا لتضامن الشعب الكويتي مع الاشقاء بالسودان والحرص على المساهمه في تخفيف معاناتهم وذكر المعراج ان هذه الرحله تتضمن المستلزمات الاغاثيه والغذائيه والطبيه والكراسي المتحركه لمساعده الكوادر الطبيه وفرق الاسعاف لعلاج المصابين والمرضى والنازحين مشيرا الى ان الاوضاع تتطلب تقديم المزيد من المساعدات الى جانب الايواء للحد من الاثار الكارثيه الناجمه عن الازمه الانسانيه هناك. حقيقه لازم نصلي من اجل السودان وندعو من اجل ان ربنا ينقذ شعب السودان ويهدي العسكريين هناك من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الى التفاوض والتفاهم فيما بينهم لانشاء حكومه وجيش مركزي قوي يحمي السودان مش يقضي على السودان. نصلي جميعا من اجل السودان هذا البلد الشقيق هذا البلد الذي عرفناه وكنا المفروض نتعاون معه لانتاج غذاء للعالم كله من خلال المستثمرين سواء المصريين او الاجانب على الاراضي السودانيه ولكن للاسف تاتي الرياح بما لا تشتهي السفن وتكون السودان ثمنا لصراعات السلطه او التصارع على السلطه. الحقيقه ننهي الخبر فاضل لنا خمس دقائق زي ما بيقول المخرج خلينا الخبر بالتضامن الاجتماعي والتضامن الاجتماعي في مصر شغال كويس قوي بس الرقم صعب شوية آه انه ينضم يعني لكنه الحقيقة ايجابية هو ايجابية في آه ان الناس بتوع التضامن الاجتماعي ابتدوا يشتغلوا باوامر من رئيس الوزراء طبعا وتعليمات من رئيس الجمهورية ده اكيد مئتين آه بيضموا 271 الف اسرة جديدة للتكافل والكرامة 271 الف اسرة فلو الاسره مكونه من ثلاثه او اربعه يعني معناها في مليون بينضموا للتكافل الاجتماعي في اربع شهور. وده شيء يحسب للتكافل الاجتماعي ولكن يعني برضه لازم ندور على حل للمشروعات الصغيره والتشغيل والحاجات دي كلها مش التكافل الاجتماعي لكن ده برضه نشاط لابد ان يعني نحييه وده نشاط ايجابي بضم هذه الالاف من الاسر بحيث انها تاخد برضو الى حد ما مش كفايتها لان يعني التضامن ما بيديش الكفايه لكن يعني بعض الاحتياجات ادراج 271 الف اسره جديده ضمن تكافل وكرامه من يوليو 2024 حتى الان ونشوف مايا مرسي عملت ايه علشان ادراج 271 الف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وكتبت هند مختار في هذا الخبر اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومه بمدينه العالمين الجديده مساء اليوم مع الدكتوره مايا مرسي وزيره التضامن الاجتماعي لاستعراض الخطه التنفيذيه لبرنامج وزاره التضامن الاجتماعي في اطار برنامج الحكومه للفتره من 1 يوليو الى 31 ديسمبر 2024 استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي مكونات الخطه التنفيذيه لبرنامج وزارة التضامن الاجتماعي في إطار برنامج الحكومة للفترة من 1 يوليو الى 31 ديسمبر 24 وتتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوصيات الحوار الوطني والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية. قدمت الوزيرة شرحا تفصيليا للخطه التنفيذية للوزارة في اطار برنامج الحكومه والتي اشتملت ضمن محور بناء الانسان المصري وتعزيز رفاهيته على عدد 8 برامج رئيسيه بها 19 برنامجا فرعيا بعدد 139 نشاطا رئيسيا اضافت الدكتوره مايا مرسي ان الوزاره تعمل على تنفيذ عدد من الانشطه الرئيسيه ضمن برنامج برامج رعايه الاسره والمراه وتنميه الطفوله المبكره تتضمن تصميم وتطوير البرنامج القومي للطفوله المبكره بالتعاون مع وزارات الصحه والتربيه والتعليم والتنميه المحليه والمجلس القومي للمراه والطفوله والامومه والمجلس القومي للمراه وشركاء المجتمع المدني والقطاع الخاص وكذا اتمام مراجعه المناهج المعنيه بالطفوله المبكره واعداد دراسه وحصر حصر الحضانات اللي هي الحضانه اللي بيروحها الاطفال يعني مش الحضانات الحضانات اللي هي ما قبل اللي هي البريسكول يعني وتطوير معايير واجراءات تشغيل الحضان الحضانات دي يعني تشغيلها تبع ما يسهم في ان يبقى اضافه للتربيه والتعليم مش للوزاره بس بعينها يعني واعداد مخطط لدعم الاقتصاد الرعائي او الرعوي في مصر بالتعاون مع المؤسسات المعنيه بالاضافه الى التوعيه بالشمول المالي ومشروعات الادخار والاقراض الرقمي والتمكين الاقتصادي. تبعت وزيره التضامن الاجتماعي انه فيما يتعلق ببرنامج تمكين ودعم العماله غير المنتظمه تعمل الوزاره على تفعيل اللجنه الوزاريه المعنيه بوضع استراتيجيه شامله للحماية ورعاية فئات العمالة غير المنتظمة وإعداد دراسة لتعريف العمالة غير المنتظمة بالتعاون مع وزارة العمل بالاضافه الى تنفيذ عدد من الاجراءات لتغطيه الرائدات الريفيات في منظومه التامين الصحي وكذا مد مظله الحمايه الاجتماعيه والتامين الصحي لفئات العماله غير المنتظمه بالتعاون مع وزارتي العمل والزراعه الى جانب متابعه تقديم تدخلات الحمايه الاجتماعيه الفعاله لخدمه العماله غير المنتظمه بالتنسيق مع المجتمعات المحليه وجهات التمويل المختلفه واشارت الدكتوره مايا مرسي الى انه فيما يتعلق ببرنامج تنمية المجتمعات المحلية حياة كريمة لكل المصريين تعمل الوزارة على تنسيق حزم متكاملة من الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا بالتعاون مع التحالف الوطن للعمل الأهل التنموي مؤسسة حياة كريمة وكذا التعاون في إطار مبادرة إيد واحدة مع التحالف الوطني للعمل الاهلي مؤسسة حياه كريمه والهلال الاحمر هذا الى جانب اعاده دراسه احتياجات قرى حياه حياه كريمه من مراكز الاسره والطفوله في المرحله الاولى بالتعاون مع الوزارات المعنيه في اطار المجموعه الوزاريه للتنميه البشريه واضافت وزاره التضامن الاجتماعي انه فيما يتعلق ببرنامج الوزاره الحمايه الاجتماعيه فانه يتم العمل على عدد كبير من الاجراءات منها متابعه تقديم خدمات مكونه مكونات برنامج الدعم النقدي المشروط لعدد أربعة وسبعة من عشرة مليون أسرة من مستفيدي تكافل وكرامة وتدخلات لحماية تدخلات لحماية نرفع شوية نكمل خبر الأسر الأولى بالرعاية والفئات الهشة وتأمين سبل عيشهم خلال كافة الأزمات والمخاطر بالإضافة إلى توفير الاحتياجات الأساسية من سكن آمن ومياه شرب المواطنين المعرضين لظروف معيشية صعبة من خلال نظام مميكن للتقديم ودراسة الحالات إلى جانب توفير الأثاث والأجهزة اللازمة للوحدات السكنية للأسر الأولى بالرعاية وكذلك بالإضافة إلى توفير مظلة حماية اجتماعية فعالة للعمالة غير المنتظمة وأسرهم والعمل على إصدار وثيقة السياسات الوطنية لحماية العمالة غير المنتظمة وأيضا تنفيذ تدخلات سريعة وفعالة لرعاية ودعم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية والأمنية وأسرهم وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بهم بانتظام مع تنسيق آلية تض... 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 تضمن سرعة صرف التعويضات المقررة بالقانون لأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية وبرنامج رعاية المسنين وبرنامج التسجيل وإثبات العاقة والخدمات التأهيلية والدعم والتمكين الاقتصادي الحقيقة نشاط وزارة التكافل والتضامن الاجتماعي نشاط يعني المفروض انه هو بقى اساسي للاسر اللي بيسموها ايه آه اللي هي محتاجه سنده يعني علشان ما تقعش يعني الاسر دي كتيرة في مصر اه كثيره آه اللي كترها طبعا التضخم وما فيش عماله وفي اسر آه يعني محتاجه دعم من من الدوله قبل ما تبقى محتاجه دعم من المؤسسات الخيريه احنا بندعو كل المؤسسات الخيريه بالوقوف الى آه جانب وزاره التكافل الاجتماعي والتضامن لمعرفه حتى الاماكن اللى فيها الاسر الضعيفه والحاجات دى كلها على اساس يتم فعلا الاستعانه بقدرات الخيريه للشعب المصري لان احنا عارفين الشعب المصري بفئتين سواء كانوا بيؤدوا الذكاء او بيدفعوا العشور انه لازم يوجه جزء من هذه الاموال الى الفقراء الفقراء الدولة مسؤولة وأيضا الجمعيات الخيرية سواء كانت إسلامية أو مسيحية مسؤولة أيضا عن رعاية هذه الأسر الفقيرة وبغض النظر هم مسلمين ولا مسيحيين هم فقراء ما تبص لهمش كمان في دي في الدين يعني ما تزيدش الأمور تعقيدا يعني ويبقى آه عن طريق وزارة التضامن أوكي ماشي يعني نعرف الأماكن فين والجمعيات الخيرية تتجه فين للقرى الأكثر فقراً واحتياجاً إلى المعونات حتى عشان يعني يعني تنتشلهم من هذه الـ الـ الاحتياجات الـ 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 الإنسانية اللي لا يمكن أي حد في العالم ممكن يوافق عليه ولا حتى الحكومة المصرية أنا عارف الحكومة المصرية بتدي على قد ما تقدر لكن في الأخر في ناس محتاجة وفي ناس يعني نوجه المؤسسات الخيرية للتعامل مع هذه الاحتياجات ونعلنها في الإعلام الرسمي حتى آه كمان يبقى في نظم ما يبقاش في نظم باسم الفقراء والناس بتلم تبرعات وأي كلام وممكن زي ما بيقولوا زي المستريحين كده يعني يعني عايزين برضو إلى حد ما يبقى في توعية في هذا المجال علشان لو في ناس بتعمل خير يصل إلى مستحقيه كاملا كاملا ربنا يحمي مصر ويحرس مصر ينجي مصر من الفقر والمجاعات وكل شيء وحش كل شيء جميل بنتمناه لمصرنا الحبيبة إلى أن نلقاكم في الأسبوع القادم لكم من قناة سيسات ومن برنامج حوار ورسالة أجمل أمنيات بالسعادة